ومنظمة هيومن أبيل. هيومن أبيل، نعم هيومن أبيل. لدينا العديد من المشاريع التي أنشأناها داخل سوريا وفي تركيا أيضا. مجمع سكني للنازحين، حوالي 314 شقة سكنية. مجمع الرحمة لرعاية المرضى السوريين في الريحانية في جنوب تركيا، وهو أكبر سكن لإقامة المرضى في المنطقة هناك. آمين. ولدينا العديد من المشاريع التي نعمل بها، كالمدارس في قطاع التعليم والإغاثة عموما في قطاع الأمن الغذائي والمشاريع التنموية الزراعية منها والأخرى، كالمشاغل والأفران ومزارع الأبقار ودعم المشاريع الصغيرة أيضا. كويس. نتطلع لإقامة شراكات لإيصال العون الإنساني للمحتاجين في كل مكان، ونتطلع حاليا أيضا للبدء في تنفيذ مشاريع خارج سوريا وتركيا تخص اللاجئين عموما حول العالم، دعما للعمل الإنساني وتطويره. آمين آمين. وكي لا أطيل عليكم ونعطي الفرصة لدكتورنا الحبيب البنا الذي شرفنا بحضوره، أود أيضا أن أعطيكم نبذة مختصرة لن فيه حقه في هذه العجالة، ولكن أقول أنه من مواليد مصر دكتور البنا، حيث درس الطب البشري في جامعة الأزهر إلى جانب تحصيله في علم فيها على دبلوم في الدراسات الإسلامية في عام 76. وتابع الدكتور البنا تحصيله العلمي في المملكة المتحدة، حيث منح جائزة هاميلتون بيلي في الطب عام 1981 في مدينة برمنغهام. ثم تخصص الدكتور البنا في علم الأمراض الجنينية وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة برمنغهام عام 1991، كما حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة برمنغهام عام 2007. أسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم في بريطانيا، وهي المنظمة الإسلامية الأكبر في الغرب التي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية وتهدف إلى مساعدة المحتاجين والتخفيف من معاناتهم. وتعمل المؤسسة في 40 دولة ولها مكاتب في 15 مدينة في أوروبا وأمريكا. الدكتور البنا هو مؤسس ورئيس عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ومنها المنتدى الإنساني التي أراد لها أن تكون مظلة إنسانية واحدة تجمع المؤسسات أو تجمع مؤسسات المجتمع المدني والإغاثي الإسلامي وغير الإسلامي على مستوى العالم. يا رب يا رب. حيث بدأ بالعمل من خلال عقد ورش عمل وتنظيم 14 مؤتمر في عواصم العالم بحضور 1200 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لإيجاد صيغة توافقية بين هذه المنظمات الإنسانية لتكوين شراكات غير منحازة لدين أو عرق تعمل لخدمة الإنسانية جمعاء. حيث تشمل عضوية المنتدى منظمات من دول إسلامية وأخرى من دول غربية. شكرا شكرا شكرا. المنتدى الخيري الإسلامي التي يعني هي مظلة تضم جميع المؤسسات الخيرية الإسلامية الدولية في مختلف المشارب والمذاهب التي تعمل في بريطانيا وتهدف إلى تنسيق العمل المشترك. الصندوق الدولي أيضا لمكافحة فيروس HIV لتوحيد جبهة ضد مرض نقص المناعة من مؤسسات العمل الخيري من المنظور الإسلامي، ويعمل في رفع الوعي لدى الأفراد والمجتمعات حول خطورة الفيروس والعمل على إيقاف انتشاره في المجتمعات المتضررة. جزاكم الله خير. أيضا بيت الزكاة يعتبر مؤسسة خيرية مبنية أسسها على الركن الرابع في الإسلام، ولتقديم المساعدة والعون للمؤسسات الخيرية حديثة النشأة في بريطانيا وتوفير الخدمات أو خدمات الدعم والتوجيه المؤسسي اللازم لها. وقام الدكتور البنا بزيارة أكثر من 70 دولة ممثلاً وداعماً لأهداف جميع هذه المؤسسات التي شارك في تأسيسها، وكذلك تفعيل ودعم قطاع مؤسسات المجتمع المدني المجتمعية ومناقشة متطلبات هذا التفعيل مع الحكومات. يعتبر الدكتور البنا من القيادات المؤثرة في الجالية المسلمة في المجتمع البريطاني، وحاز على العديد من الجوائز والتقدير. شكرا. شكر الله لكم جهودكم دكتورنا الحبيب. والآن نتركك مع كلمة تود أن تقولها، لعل الله أن يجعلها سببا في رفع الوعي في العمل الخيري والإنساني والتنموي. بارك الله بكم وتفضلوا.
جزاكم الله خير، أطلت عنقي وكسرت عنقي في نفس الوقت، جزاكم الله خير، ربنا يكرمك. طبعا أنا أبدأ اليوم حديثي معكم بإذن الله سبحانه وتعالى بتهنئتنا جميعا بحلول العام الهجري الجديد، جعلها الله سبحانه وتعالى عام خير ويمن وبركة على الشعب السوري والأمة الإسلامية والعالم أجمع. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أبدأ بتهنئة أبناء الشعب السوري في بلاد المهجر وفي الداخل السوري بما أنجزوه من إنجازات مجتمعية مدنية وإنجازات أخرى. نستطيع أن نقول أن الشعب السوري استطاع بأبنائه المخلصين أن ينجزوا الكثير من الإنجازات رغم عدم وجود الإمكانات البشرية المدربة وعدم وجود اللي هو المادة الأموال الكافية للتواجد لمواجهة جائحة، أنا بسميها جائحة، الجائحة اللجوء والنزوح والتشرد داخل الشعب السوري. المحاضرة بتاعتنا اليوم هو هتكون نقاش، أنا اتكلمت فيه كتير جدا من سنوات ماضية وأؤمن بكل كلمة حطيتها فيها، فاصبروا معي في هذه السويعة كي نستطيع أن نتكلم على معايير بناء الشراكات وبناء مجالس التنسيق. أنا أشكر الشباب اللي أنا بشتغل معاهم، هم بيساعدوني دايما، الإخراج الفني علي الشوى والمادة العلمية والمحتوى العلمي فاطمة حرسي وعمر جمال وأنتم جميعا، وكذلك أشكر مؤسسة وفاء للإغاثة والتنمية على الاستضافة الكريمة، جزاكم الله خيرا جزاء، ونتمنى أن أسئلتكم تكون أسئلة واضحة وصريحة ومحرجة ولا حرج في أن تسأل ما تريد. الشريحة الثانية، الشراكة المجتمعية فرض عين وقاعدة شرعية. أنا عارف أنا هتكلم على المجتمع بتاعنا في نوعين من الفقه، في الفقه، في فقه شرعي يتخصص فيه العلماء الشرعيين وفي فقه مجتمعي أتخصص فيه أنا والدكتور خضر السوتري وغيرنا من اللي اشتغلوا في المجتمع وأصبحوا هم عندهم القدرة على فهم بواطن ومشاكل المجتمع فاستطيع أن يفتونا فتوى فقهية مجتمعية قائمة على المعرفة المجتمعية للمشاكل والحلول لمثل هذه المجتمعات. فأنا لا أشرع لكنني أفقه المجتمع بمن يعلمون ومن يدركون مشاكل المجتمع الداخلية والخارجية، فنحن فيها فقهاء نسترشد بالفقه الشرعي بإذن الله سبحانه وتعالى. الشريحة اللي بعدها، لماذا فرض عين؟ يعني أنا قلت في محاضرة سابقة مركزة في العراق هي فرض عين وقاعدة شرعية، لماذا فرض عين؟ الشريحة اللي بعدها، نحن لو نظرنا للشعب السوري سنجد عدد النازحين واللاجئين قد تعدوا 13 مليون نسمة، قد يصلوا 14 مليون، ما بين الشتات في الداخل والتشرد في الداخل والمرض والجراحات الغليمة في الداخل وما بين الهجرة في الخارج. يبقى ليه انا بفرضها علينا بفرض عين؟ النهارده كمان اللي هو اليوم العالمي للعمل الانساني، احنا مش عايزين العمل الانساني يبقى يوم واحد في السنه، مش عايزين الامم المتحده تيجي تقول لنا النهارده يوم للام، النهارده يوم للطفل، النهارده لا، احنا كل يوم يوم للام، كل يوم يوم للطفل، وكل يوم يوم للعمل الانساني، وخاصه في القضيه السوريه اللي فيها 40% من الشعب السوري ما بين نازح ومشرد بالداخل أو لاجئ في الخارج، فلا بد أن يكون عمل إنساني يومياً وليس فقط يوم في السنة. طبعاً نتحدث بقى عن لماذا أنا أتحدث على أنه فرض عين على كل مواطن سوري لكثرة الصراعات والأزمات في التي تواجه المجتمع السوري، لكثرة عدد أعداء المشردين والنازحين واللاجئين من أبناء سوريا، لقلة الموارد المادية والموارد البشرية المدربة على التعامل مع هذه المجتمع. ده بيخلينا إحنا كأبناء المجتمع أو أبناء الوطن السوري نكون نحن على أصبعنا فرض عين أن نقوم بهذا العمل الإنساني على مدار الساعة ومدار اليوم. الشريحة اللي بعدها، أيضا لقلة أعداد الجمعيات التي تتعامل مع ولها قدرة مع توصلنا مع هذه الكوارث المختلفة سواء كاس أو كوارث اللي هو النزوح واللجوء والتشرد، وكذلك الحرب على الإرهاب اللي احنا بنعاني منها بقالنا 20 سنة بعد تفجير
اسمه كده 11 سبتمبر وقبل كده الى اخره، واصبح الحرب على الارهاب دي والاسلاموفوبيا هي المعيقه والمعطله لكل عمل انساني على مستوى العالم، وخاصه العمل الانساني الاسلامي والعربي. نمره 6 اللي هو عدم الاستثمار الواعي. الواعي من مين؟ من المؤسسات المانحه. وانا اقول هنا مؤسسات مانحه اللي من الشرق قبل اللي من الغرب. في عدم الاستثمار الواعي والمنتج داخل المجتمع. احنا بس مؤسستنا المانحه تتعامل مع مثل هذه الجوائح الانسانيه بطريقه تقليديه، اكل شرب نايم لبس. لا لا لا. نمره 7 التاثيرات السلبيه اللي بتحيط بنا من انظمه او فلسفه او ثقافات النظام العالمي الجديد واطره العديده والمتجدده. كل هذه الاشياء بتخليني انا شخصيا كرجل اتكلم في الفقه المجتمعي وليس في الفقه الشرعي، أقول أنه أصبح فرض عين على كل فرد منا، ليس فقط على السوريين بل على كل العرب وعلى أبناء العالم كله، لما يلاقوا 40% من الشعب السوري ما بين مشرد ونازح ولاجئ أيضا. النقطة اللي بعدها، إيه فوائد الشراكات؟ إيه فوائد الشراكات؟ في كذا فائدة. أول حاجة تساعد في الوقوف أمام سياسات المانح. أنا كنت بتكلم امبارح على او اول امس على اللي هو جائحه مرفأ بيروت، واقول فيه لابد ان نبني كتل مجتمعيه انسانيه تستطيع ان تتصدى لمسائل لما نسميه حاليا اللي هو السياحه الاغاثيه، ان في بعض الناس جايين ياخدوا حبه صور عشان يتصعبوا علينا لما يروحوا مجالسهم، او ما بنسميه اللي هو الاستعمار الاستغلالي الانساني في فرض ثقافه معينه غريبه على المجتمع الذي يعملون فيه فيأتون. فلذلك الشراكة تساعد في الوقوف أمام سياسات المانح. في كثير من الأحوان يفرض المانح سياساته على المؤسسات المحلية، فإن كانت هناك شراكات قوية للمنظمات المحلية فسوف تستطيع هذه المنظمات أن تقف أمام سياسات المانح التي لا تناسب مجتمعاتها، وتوجه المانح إلى ماذا؟ إلى ما تحتاجه أو يحتاجه المجتمع السوري في الداخل وفي الخارج، وليس ما يحتاجه المانح اللي هو زي حالاتي أنا. ده الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي الشراكة تعطي اليد العليا للمنظمات خاصة في مناطق الصراعات المسلحة، سواء كانت في سوريا، كانت في اليمن، كانت في الصومال، كانت في تشاد، كانت في شمال نيجيريا، كانت في اسمها كده جمهورية الديمقراطية، الكونغو الديمقراطية إلى آخره من مثل هذه الأماكن اللي بنتكلم عنها. ليه؟ لأن الكتلة الإنسانية إذا اجتمعت على رأي تستطيع أن تغير سياسة المنظمات أو الجمعيات أو المسلحة في مثل هذه المناطق، وتقول لا لسياستهم فيستمعون إليها ويغيرون السياسات بتاعتها. دي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة في الشريحة تساهم في بناء المجتمع. يعني أنا لما أنزل للمجتمع بميزانية 500,000 غير لما أنزل مع 3-4 شركاء بميزانية 4 أو 5 مليون. الشراكة تؤدي إلى تأطير سياسة مجتمعية تبني المجتمع السوري في الداخل. والشراكة تؤدي إلى بناء التماسك المدني. إحنا عايزين نبني تماسك مجتمعي. نريد أن نبني مجتمعاً متماسكاً قادر على بناء الأنسجة المجتمعية القوية التي تحمي الوطن من الداخل ومن الخارج. وأيضاً الشراكة من فوائدها في بناء المجتمع ينبت المواطن سواء كان نازح أو لاجئ أو مواطن عادي. داخل مناخ كله تعاون، ومبدأ التكامل والتآزر والتعاون سوف يكون موجود من خلال الشراكات بين الجمعيات، وسوف يؤدي ويقضي على روح التنافس البغيضة التي تمزق المجتمعات والتي تشرذم المجتمعات. نمرة 4 في فوائد في بناء المجتمع اللي هي تؤدي إلى تكوين كوادر مجتمعية تستطيع أن تكون أو تصبح قيادات مجتمعية تقود المجتمعات في الداخل أو الخارج. ده الفائدة الثالثة من الشراكة. الفائدة الرابعة تساهم في استقرار المجتمع. الشراكة تؤدي استقرار النازحين، فنستقر النازحين في مكان هيتحولوا من مواطنين مستجدين يعني لله يا محسنين لله الى مواطنين مستقرين مبدعين. وانا اتكلم بكل ايمان ان الكثير ان لم يكن غالبيه النازحين في الداخل السوري
وفي الخارج السوري من المبدعين المتعلمين، لأن سوريا كان من أكثر الشعوب تعلما وثقافة وفقها ولغة، حاجات كتيرة جدا جدا أنا بتكلم عنها، لأن أنا أحب الشعب السوري جدا جدا جدا. يبقى ده بالنسبة لاستقرار المجتمع. الفائدة الخامسة، هل في فائدة خامسة ولا لأ؟ الشريحة التانية؟ خلاص، يبقى احنا في 4 فوائد اتكلمت عنهم. طبعا احنا ممكن تطلبوا المادة اللي هو العرض ده هنبعته لكم. لا تعارض بين الاستقلالية والشراكة، يعني مش ما تفتكرش بقى انك ما تخش مثلا في اتحاد، او هتخش زي ما كان في اتحاد من الجامعات المنظمات الانسانية المجتمع المدني في سوريا او غيرها من اتحاد، هتخش فيها لا، شخصيتك لن تضيع لن تضيع لن تضيع. الاستقلالية تتحقق ايضا من بناء الشراكات، لانك بتقوى بدعم شركائك في داخل هذا المحفل. والاستقلالية لا تعني، ها اسمعوا دي بقى وقروها معايا، لا تعني الفردية ولا تعني الانعزالية ولا تعني طمس الشخصية وطمس الهوية أبدا على الإطلاق. الاستقلالية معناها الاتفاق على سياسة عامة يكون لي فيها رأي واضح ووافق عليه، ويتفق الجميع على الرأي الذي نتفق عليه جميعا. وإذا شعرت أنا في جمعيتي أن الشراكة تلغي شخصيتي، تلغي وجودي، تضع علي أطر وأشياء لا أقبلها، فأعتذر عن هذه الشراكة. يكون واضح واضح، ما فيش مجاملات فيها. الشريحة اللي بعد كده، مبادئ الشراكة دي احنا خدناها من المحفل الإنساني أو المنتدى الإنساني العالمي في عام 2007. أولها وأهمها هو المساواة بين من؟ بين المانح والمؤسسة المحلية الصادرة. بمعنى أنني أنا كمؤسسة محلية في الداخل السوري عندي قدرة وعندي إمكانية وعندي معلومات وعندي كل هذه الأشياء تجعلني ندا لمن يعطي المال. إن من يعطي المال يعطي المال فقط، فأنا أعطي الفكر وأعطي العمل وأعطي الجهد، فلا بد أن نتساوى. إن وضعنا نحن كمؤسسات محلية سورية في الداخل السوري ومؤسسات مانحة في الخارج، أن نوضع في كفتي الميزان بالتساوي. نمرة 2 من مبادئ الشراكة الشفافية. الشفافية الشفافية، لا ضرر من أن أخطئ وأعترف بخطئي لكي أحاول تصحيح خطئي، لكن الضرر الكبير أن أخطئ ولا أعلن ولا أتعلم من خطأي، وده يكون جريمة في حق المجتمع الذي بعمل فيه. أن يكون لنا نهجنا في الشراكة هو مبني على نتائج. إذا كانت الشراكة تؤدي إلى نتائج إيجابية فنستمر فيها، إذا كانت لا تؤدي إلى نتائج فنراجعها، إذا كانت تؤدي إلى نتائج سلبية فنراجعها مرة أخرى أو نلغيها. الشراكة هي أيضا تحمل مسؤولية الشركاء كلهم. يعني إحنا كنا بننزل في بعض الأحيان في الماضي من 10 سنين أو أكثر بعد اللي هو التصريحات الإعلامية الإنسانية والاجتماعية في بريطانيا، يبقى الفكرة فكرتنا والتصريح تصريحنا والمبادرة بمبادرتنا، لكن نبعتها لكل الشركاء معنا 20 أو 30 عشان كل يمضي عليها قبل أن أسبق وأخذ السبق، فأن أكون أنا الأول. لا، المسؤولية تكون متشاركة، لأن إحنا ما يمضي على هذا التصريح الإنساني الاجتماعي 20 أو 30 أو 40 مساء، يكون كل منهم مسؤول عن ما كتب داخل هذا التصريح. مبادئ الشراكة هو التكامل، إحدى الاثنين نتكامل. أنا بشتغل في المياه، في مثلا أنت ابن قرية، في القرية دي عايزة مياه صالحة للشرب وعايزة مياه للزراعة وعايزة أرض للزراعة وعايزة حبوب وعايزة تأهيل وعايزة مدرسة وعايزة مركز صحي وعايزة مستشفى وعايز الحاجات دي كلها، وعايز المجتمع. فكل واحد فينا يخش يبني مثل هذه اللي هو التكامل. يعني احنا في عن 2001 بعد اللي هو التفجير اللي هو ال 11 سبتمبر، كان في مخيمات موجوده في بلوشستان على الحدود الافغانيه، والامم المتحده كانت عامله ادتنا احنا حق اللي هو اداره المخيم، لكن داخل المخيم كان في ناس مسؤولة عن المياه، ناس مسؤولة عن الصحة، ناس مسؤولة عن التعليم، ناس مسؤولة عن الطعام، ناس مسؤولة. فدي الشراكة، ومؤسسات كبيرة أكبر مننا كانت تقوم معنا، ونحن كنا فقط مسؤولين عن إدارة المخيم فقط. فيما بعد كده
أنا مش عارف أقرأ العنوان. أهم عوامل نجاح الشراكة. أنا شايف واحد بالأسود. أيوه كده، جزاكم الله خير، عشان كده أنا عينيا بتبربش. إننا نبدأ على مستوى صغير، نجرب. أنا ما أخش براسي وعينيا مقفولة بالعاطفة، لا. حتى لو كان عندي ميزانية 10 و20 و30 مليون، أجربك كشريك. ربما على مستوى مشروع صغير أنا ما أعرفكش، وغير معقد، نشترك فيه جميعا. أنا بضرب المثل ده كتير باللي إحنا عملناه في 2006 في جنوب لبنان. إن إحنا كنا تقريبا 10 مؤسسات، وكان يمكن المشروع ربع مليون أو نص مليون. في مؤسسة دفعت 10,000، في مؤسسة دفعت 50,000 أو 100,000. يوضع شعار كل جمعية على الصندوق، لكي تستطيع الجمعية الصغرى أن تري الناس أنها تبني مبدأ الشراكة مع الآخرين. لكن حصة كل جمعية، أو عن حصة كل جمعية بناء على الميزانية اللي تبرع بها. فب 100,000 ياخد حصة ب 100,000، وب 50 ياخد حصة ب 50، وب 10 ياخد حصة ب 10. خلاص، ده حاجة بسيطة جدا. يعني ايه؟ هبة إغاثية، يعني لمدة شهر شهرين ثلاثة. ايه بقى تأثير ده على المستفيدين؟ هيكون في غاية الإيجابية. ليه؟ لأنه هيشوف كل الشعارات على الصناديق، هيشوف وفاء، وهيشوف عطاء، وهيشوف مسرة، وهيشوف وطن، وهيشوف ايه تاني يا ربي عشان بس ما انساش حد، او بنفسج، وهيشوف كل الحاجات دي كلها على الصندوق. فيفرح، هيفرح اللي هو النازح واللاجئ، والمجتمع نفسه هيفرح لو يعرف ان هناك تنسيق وشراكات بين الجميع. وكذلك يزرع تأثير ايجابي على المجتمع، يعني على المواطن نفسه النازح او اللاجئ، وعلى المجتمع. لان المجتمع المجتمع والنازحين واللاجئين دائما ناقدين سلبيين للعمال الاغاثيين في داخل مجتمعاته. والشراكه بتقلل اهدار الاموال ايضا. خلاص، الاموال والطاقه والقدرات الى اخره. بعد كده انواع الشراكات بقى، دي بقى حته هتكون حساسه يا رجاله ويا اخوات، فاسمعوني وافتحوا صدركم. أي الصدر هنا، هو من كده لهنا، أي شايف في الحتة دي كلها افتحوها واسمعوا مني ما تحبون وما لا يحب بعضنا. أقول أنا يلا خش بقى. الشراكات في مناطق الصراعات المسلحة، أنا بقول للجمعيات التي ليس عندها خبرة، كيعتبر تصريح رسمي مني، لا تعملي مباشرة في أي منطقة صراع مسلح، ولكن اعملي من خلال شركاء معتبرين. العملية مش عملية هبة ونطة وحجلة، لا 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 لا. مناطق الصراعات المسلحة ليها ثقافة وسياسات وفلسفة ومناخ يختلف تماما عن المناطق الأخرى. ايه يا باش الشراكه بقى هنا بين المكتب الرئيسي اللي موجود في غازي عنتاب، ولا في انطاكيا، ولا في اسطنبول، ولا في بريطانيا، ولا مش عارف في فرنسا، ولا في امريكا، ولا 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 في الكويت، ولا في البحرين، ولا في قطر، ولا في الامارات، وبين المكتب المحلي اللي موجود في ادلب او دير الزور او الى اخره من هذه الامور. يكون على اساس ايه؟ هنا انا بقول حته جديده هتزعل بعض الناس، يكون في نديه. لان في مناطق الصراعات المسلحه بنجد إن ساعات المكتب الرئيسي يكلف ما نسميه يعني موظف، بنسميه أوفيسر. اتصال هو اللي يدير ملف المالي، أو يدير ملف الإغاثي، أو يدير أو تدير ملفات الأيتام. لا لا لا، لماذا؟ لحساسية هذه الأماكن، فلا بد أن الإدارة العليا في المكاتب الرئاسية تهتم بهذه الأماكن، لأنها تراقب أمنيا واستخباراتيا، ليس فقط من الدولة التي تعطي الصفة للنازحين واللاجئين، ولكن من كل الدول الأخرى من خلال استخباراتها وخلال مراكزها الأمنية. فأنا بقول أنها شراكة بالرغم أن أنت بتصرف عليه. يجب أن يكون مستوى الشفافية في المكتب الرئيسي والمكتب الميداني المبني على المراجعة المرجعية والمحاسبية والمالية واضحة 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 وضوح الشمس في منتصف النهار، وإلا الضربة في الأماكن الصراعات المسلحة قاتلة قاتلة قاتلة.
الامر الثالث اللي انا ساعات بجده انه مش موجود عند كتير جدا من المؤسسات السوريه اللي في المكتب الرئيسي، ان يكون هناك للمكتب الميداني زيارات دوريه كل شهر اثنين ثلاثه كذا، ولا يترك المكتب الميداني بدون زيارات، لان دي جريمه على المكتب الرئيسي. لو تعذرت الزيارات الدورية، لأن حتى كان سيحدث الفساد حتى وإن وظفنا جيل من الصحابة. إن لم توجد هناك زيارات دورية ميدانية من المكتب الرئيسي لمراقبة ما يحدث في المكاتب الفرعية، فسيحدث الفساد المؤدي إلى فساد مال الفساد الإداري، مؤدي إلى فساد مالي وفساد مجتمعي. فلا أقول للجمعيات اللي موجودة في اسطنبول ولا أنطاكيا ولا غازي عنتاب ولا لندن ولا كذا تكتفي فقط بتقرير يعطى من تقرير منمق يعطى من المسؤول في هذه الأماكن. لا لا لا، لابد يحصل زيارات مدنية هناك، وعلينا أن نعتمد فقط على أصحاب الثقة. ده الراجل ده بيصلي، ده حافظ قرآن، ده حافظ القرآن، ده كل ده دون رقابة سيتحول إلى فساد. لأنهم مع مر الزمن ومر الوقت يقومون يحللون ما يقومون به في ظل عدم وجود رقابة إدارية دورية صارمة عليهم. ومع كل هذا مع هذه الزيارات أيضا، فعلى المكتب الرئيسي أن يعين جهة مستقلة في الداخل السوري تراقب واسمها بنسميها اوديتنج، اللي هنسميها ايه؟ ولو ما كانش في الداخل السوري في حد، السوريين اللي موجودين في تركيا وغيرها وعندهم القدرة على الدخول للداخل السوري هم اللي ينزلوا بصفة حيادية ومستقلة يراجعوا ويقيموا عمل هذا المكتب. وإلا شوف بقول، وإلا كم مرة، وإلا حط تحتها 50,000 خط سينتشر الفساد، وسنحاول أن نغطي الفساد وندافع عن الفساد. اللي بعد كده، فالفساد هنا لا يعني سرقة الأموال أو الاعتداء على النساء أو التحرش بالنساء والأطفال، لا 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 لا. الفساد هنا يا شباب، وسمعني سمعني سمعني، هو إهدار المال لصرفه بطريقة عفوية غير منهجية، هو عدم الاتفاق على معايير إنسانية تراقب عملنا، هو عدم وجود زيارات ميدانية من المكتب الرئيسي، هو تكوين الشلاليات التي تمثل العائلة والمذهب والجماعة الدينية والجماعة الفكرية الأخرى، هو عدم تدريب المعاملين بطريقة دولية، نسيبهم كده بطريقة دولية، نسيبهم كده لغاية ما في الآخر يخللوا ويعفنوا، هو عدم إعطاء العاملين وظائف مدتها مفتوحة. يعني أنا ممكن أوظفك لمدة 6 أشهر، أقول لك بعد 6 أشهر مالكش وظيفة، لكن بدي عقد مفتوح، فما أجي أغير أعمل التغيير بيصاب الموظف بإحباط ويبتدي ايه يحاربني الاخر. عدم اعطاء العاملين وظائف، اعطاء العاملين وظائف مدتها مفتوحه ليس لها نهايه معلومه. عدم وجود وصف وظيفي اللي احنا بنسميه جوب ديسكريبشن واضح لكل موظف ولكل اداره، في وصف وظيفي للاداره، في وصف وظيفي للقسم، في وصف وظيفي للموظف. عدم وجود ميزانيات عامه سنوية، نقول والله احنا في مكتبنا في فرع ادلب او دير الزور او حسكة زي ما بتسموها، الميزانية السنة دي 500,000، 250,000، 1,000,000، تتقسم على 4 مشاريع، تتقسم على 4 5 ادارات، وكل ادارة من هذه الادارات لها ميزانية تستطيع ان تصرفها ولها صلاحية وانا عندي القدرة على مراقبتها. عدم وجود ميزانيات عامه وميزانيات خاصه محدده لكل اداره وكل قسم، بكل كده ماشي مع بعض بالهبل كده. عدم وجود صلاحيات واضحه لكل مسؤول، يعني ده ولا ده يعمل الف على ب على ج على د، ايه احنا اراجوزات؟ ها احنا اراجوزات؟ لا، في حدود، في مسارات، في مجالات، في تخصصات. ابدا مش كل واحد، يعني اللي بيلعب بالبدل والحجر ده بيسميه اونطاجي او بنسميه افاق، لكن ما فيش حد يعمل كل حاجه. مركزيه اتخاذ القرار، انتوا ساعات بتخافوا ان انتوا تدوا صلاحيه للمدير الميداني في المشروع معين، لا، اديله الصلاحيه وراقبه، وان اخطا
صوت يصلح فيه فيها اتخاذ مركزية اتخاذ قرار القرارات العميقة وغير ذلك من الأقوال. يعني كل هذه الأشياء هي عوامل على الفساد. واضح يا شباب؟ زعلانين مني؟ نقلب الصفحة، اقلب الصفحة يا علي بابا. طب افرض احنا ما عندناش مكتب فرعي، فنشوف هل في هناك مؤسسة دولية تتعامل معنا بنفس المعايير نستطيع ان تكون هي شركتنا فنتعامل معها. ومع ذلك لو اعطينا المال لمؤسسة دولية لها نفس المعايير لابد ان نراقب ادائها رقابة مستقلة. افرض انت مثلا مالكش مكتب في الداخل خلاص، ولقيت هناك حاجة زي اوكسفام او سيف ذا تشيلدرن او الاغاثة الاسلامية او كذا او كذا او كذا، ها لمؤسسة دولية، فلو تتفق معك في المعايير فاعطيها وابني معها اشتراك، لكن راقبها. نتعامل مع المؤسسات المحلية، نحن مضطرين بمفهوم ايه بقى؟ بمفهوم اولا الحذر، ومع الحذر نؤهل وندرب ونبني قدرات ونمكن. قد نبدا بمشاريع التاهيل والتمكين والتدريب اللي هي بتكون واضحه المعالم جدا. واحنا بندعم هذه الجمعيات المحليه نجد جهات او مؤسسات داخل او في الخارج تستطيع ان تدخل كي تراقب اداء مثل الجمعيات بصفه مستقله ونكلفها وتكون تابعه للمكتب الرئيسي اللي هو بيراقب المؤسسه المحليه من داخل السوق. واضح يا شباب؟ نقلب الصفحه. ايضا قبل ما نعمل شراكه مع اي مؤسسه سواء كان محليه او دوليه لابد ان تتاكد المؤسسه في مكتبها الرئيسي من مصداقيه ومن التحقق والتدقيق لمعرفه مصداقيه ومعياريه وحلفيه المؤسسه المحليه. النقطه الاخيره بقى اللي هي صعبه شويه، صعبه شويه يا شباب، اسمعوا بقى دي. تتاكد بعدم وجود هذه المؤسسات او بعض العاملين فيها على كثيرة، أحدهم في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحتى الدول الأوروبية. كان هذا الموجود أحد العاملين، أحد المدراء أو الرئيس أو المؤسسة نفسها مصنف. كل هذه الأشياء نتأكد منها سواء كانت مؤسسات محلية أو مؤسسات دولية. نقلب الصفحة. مشكلة ما أبدأ أرفع تكلفة المشاريع. في لأن أنا هذا الإخوة بيتكلموا، الأخ مين مسؤول عن الفكرة إنه لما بتبدأ بمشروع راح يفتح وراه. ممكن في ناس بتتكلم يا أخي مسؤول عن الجلسة. الشراكات داخل المؤسسات داخل دول ده كان من منطق الصراعات. في مثلا دول صعب إنك تشتغل فيها، مش مدية أي حرية لأي مجال لعمل مدني وعمل إنساني، وهذا دكتاتورية إلى آخره. لابد أن نلتزم بالسياسات بتاعت الحكومة، لأن إحنا مش رايحين هناك عشان نحارب الحكومة، إحنا رايحين هناك من أجل خدمة الفقير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في بعض الجمعيات الحكومية هناك موجودة ومصنفة من الحكومة دي، ونحن نعلم أنها جمعيات معتبرة، وعلينا أن نجد البديل أو أحسن البدائل لهذه الجمعيات لكي نصطدم مع الحكومة في توجهاتها وإن اختلفنا معها في سياستها. فقد تكون في جمعيات تفهم معاييرنا، تفهم سياستنا، وتفهم ثقافتنا، نستطيع نتعامل معها في هذا المجال. وإن كان لنا مكتب فرعي في هذه الأماكن فلابد على المكتب الفرعي بتاعنا في هذه الدول أن يراعي الحساسيات الأمنية والاستخباراتية، أن تحب العمل الإنساني المدني والمراقب من جهات كثيرة كثيرة كثيرة. ده بالنسبة للمناطق اللي فيها ما يعني أماكن في تعمل في المؤسسات في دول ليس فيها ديمقراطية ولكن فيها ديكتاتورية إلى آخره. ولابد أن يكون لنا إحنا تواصل مباشر، وإحنا حتى نشتغل مؤسسة تعمل هناك في هذه الدول، وتواصل مباشر مع المؤسسات الحكومية القائمة على تنظيم العمل الإنساني وكذلك المؤسسات الدولية. ما نعملش بمعزل عنهم، لا نعمل بمعزل عنهم، لأن من يضع نفسه في معزل و
والمؤسسة تضع نفسها في معزل، ستعزل ويكتب عليها تقارير سيئة، لا تحضر، لا كذا كذا. لا، أنا ليس عندي ما أخبيه فأحطه على الطاولة للآخرين. فقد اقتراح ممكن ما تقبلهوش، قد يكون أحسن شريك لنا في مثل هذه المؤسسات هي أما مؤسسات الأحمر أو الصليب الأحمر، بالإضافة للمؤسسات الوطنية اللي احنا دورنا فيها هي نؤهلها وندربها ونمكنها لكي تصبح مؤسسات شريكة في المستقبل. يعني لا ننسى أن نؤهل وندرب ونمكن مؤسسات المجتمع المدني المحلي. طيب، النوع الثالث في المناطق اللي احنا نتكلم فيها، في مناطق بتتحكم فيها اللي هو بعض الجماعات الإرهابية، خلاص احنا عارفين كثير جدا، في تشاد موجودة حاجة اسمها أنتي بالكا ودول مسيحيين، وشمال نايجر في حاجة اسمها بوكو حرام، وفي أيضا في لا مش في تشاد، في وسط أفريقيا اللي هي أنتي بالكا، وفي تشاد في الشرق وشمال تشاد في اللي هي بوكو حرام، وفي شمال وغرب نيجيريا اللي برضه بوكو حرام، وفي الصومال في مؤسسة مع الشباب وغيرها وغيرها وغيرها، وفي شمال أوغندا كان في حاجة اسمها اللي هو جيش الرب إلى آخره، برضك مؤسسة مسيحية. إذن لو إحنا هنعمل في وجود هذه المؤسسات، محظور ومرفوض علينا على الإطلاق، لذلك حطيت كلمة الإطلاق بالإسود عشان تعمل كونتراست، والإنسان اللي بيقرأ لا يقول إنني أراوغ شيء. محظور علينا على الإطلاق إقامة شراكات مع أي من هذه المؤسسات المسلحة، جماعة المسلحة الإرهابية من الصنف الإرهابي أبدا. إن أردنا أن نعمل في مثل هذه الأماكن التي تحكمها هذه الجماعات، فعلينا نتبع جميع المعايير الإنسانية الدولية المتفق عليها مع إخطار كافة الجهات. أنا حدي مثل، ودائما أضرب هذا المثل، من 10 سنين أو أكثر لما حبيت أروح بعد ما انطرد برنامج الغذاء العالمي من الصومال في 2010، حبينا كمؤسسات منتدى إنساني أن نعمل يكون البديل أن يأخذ المواد الغذائية من البرنامج الغذاء العالمي ويكيسها في أكياس أخرى ويوزعها في أماكن اللي متواجدة فيها هذه الجماعات المسلحة. عشان أعمل هذا الأمر بدأت المسيرة من إمتى؟ من لندن، بأنها اتصلت بوزارة الخارجية، ثم اتصلت بالسفارة الأمريكية لأنها لاعب قوي ومهم جدا في المنطقة. ثم حينما ذهبت إلى كينيا عشان أعمل مفاوضات، اتصلت بالسفارة البريطانية والسفارة الأمريكية والسفارة المصرية والسفارة السودانية، هم لاعبين كبار هناك. ثم اتصلت بوزارة الخارجية الكينية عشان أقول لهم إن أنا رايح هناك لكي لا أفهم خطأ. فالتواصل قبل أن تأخذ وحتى لما كنا بنشتغل في جنوب السودان، حبينا ناخذ قرار مع الحكومة في الخرطوم في 2003، عملنا إيه؟ رحت لوزارة الخارجية السودانية وكلمت الوزير، قال لي توكل على الله وروح اشتغل مع إخواننا دول، إحنا شعب واحد. وبعدين رحنا اتفقنا مع إيه؟ مع اللي هو الجيش الشعبي اللي كان موجود في منطقة في مدينة اسمها نيفاشا في كينيا. فهنا في تواصل، ها؟ في شفافية، في وضوح، لكي لا تصنف إرهابيا عندما تذهب إلى هذه الأماكن. وساء فهمك. في المناطق دي بالذات لا علينا ألا نتنازل أبدا بالتأبيد عن استقلاليتنا في هذه الأماكن، لأن هدفنا هو التواجد من أجل المحتاجين والفقراء، وليس بناء شراكة مع جماعات مسلحة ونسمي هذه شراكة، بل نسميها الاتفاق على إيصال معونات المحتاجين. واضح كلامي؟ واضح كلامي؟ واضح كلامي. ايه اللي بالصفحة يا سيمس؟ اللي بالصفحة الشركات في كورس طبيعي. انا عندي مثل بتاع اللي هو السونامي، لما السونامي ضرب ماليزيا، اسمه ماليزيا استغفر الله، اندونيسيا، ضرب حته اسمها باندا اتشي، مات فيها حوالي 4 مليون، كل الموظفين او اغلب الموظفين الدوله راحوا، المؤسسات راحت، الملفات راحت الى اخره. فلما احنا رحنا هناك كنا بندور على شركاء ومسلميين، هنشتغل ازاي ومفيش شركاء محليين؟ هنشتغل ازاي مفيش امم متحده ومفيش مؤسسات دوليه؟ ففي هذا المجال مقبلك في اندونيسيا بدانا نبحث عن بدء تواجد المنظمات الامم المتحده او بعض المنظمات الدوليه،
وبدأنا نبحث عن ما تبقى من مؤسسات أو جمعيات محلية في الداخل اللي كان دي نفعلها ونمكنها وندربها عشان تبني إيه، ترجع إيه تتعافى من ما هي فيه. فهنا نبدأ التنسيق مع المؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إن تواجدت، أو بالمؤسسات مع المؤسسات المحلية بتمكينها وتفعيلها وبناخدها. واضح في الأماكن اللي هي كوارث طبيعية تختلف ثقافة العمل فيها عن ثقافة العمل في مناطق الصراعات المسلحة عن ثقافة العمل في مناطق الصراعات التي موجود فيها جماعات مسلحة مصنفة إرهابية. واضح يا شباب؟ واضح. ما فيش حاجة زي ما احنا بنقول بالإنجليزي one size fits all، يعني في مقاس واحد لينا كلنا، لا، كل واحد ليه مقاس، وكل واحد ليه ذوق، وكل واحد ليه فلسفة، وكل واحد ليه ثقافة، وكل واحد ليه فكر وأداء ومعايير. خلاص اقلب الصفحة. هنا بقى مستويات الشراكة بالراحة. أنت مستعجل على إيه؟ لو واحد فيكم بيتجوز أو واحدة بتتجوز، بتشوف الشخص أولا هيعجبها ولا ما يعجبهاش، متدين ولا مش متدين، أو هي كذلك، العيلة شكلها إيه؟ الدخل شكله إيه؟ المكانة شكلها إيه؟ الخلق يعني نقعد نمحص ونفحص ونبحث في الزوجة والزوج قبل الجواز. ممكن تاخد 6 أشهر، لأن أنت بتبني علاقة تكون أبدية. فما هنا لما نيجي نعمل مستويات الشراكة أيضا نبدأ نتعرف ونتواصل. ممكن تشيل التوكينج، ذا توكينج دكتور، انا بقى دي ترفعها بحطها كده، حطها على جنب كده عشان انا مش شايف الكتاب. ايوه جزاكم الله خير، وخليك معايا كده عشان ايه، انا ما بعرفش اقرا. تبدا من التعرف والتواصل والاستبيان على اللي انا الشريك اللي هروح معاه ده، ويكون ذلك مخلي اطلاع على الاداء بتاعه. ابص على الصفحه بتاعته، ابص على الويب سايت بتاعهم، ابص على مشاريعهم، ابص على مكتب توجد، ابص على مجلس اداره، ابص على الموظفين، وابتدي اكون فكره عن فكره هذه المؤسسات التي اريد ان اتشارك معهم قبل ان ابدا معهم في اي شيء. هل هم عندهم مصداقيه وشفافيه ومعياريه ومرجعيه والحاجات دي كلها ولا لا؟ دي نمره واحد قبل ما اتصل بيهم. فانت اكدنا من سلامه اول خطوه اللي هي خطوه البحث والتنقيب، ننتقل لخطوة أخرى. ممكن نبدأ في عمل شراكات في مشاريع موسمية لمدة شهر أو شهرين بشيء بسيط علشان نكتشف قدراتهم في الأداء وإيه وقدراتهم في اللي هو عمل التقارير إلى آخره. نجحوا في الموضوع ده، خاصة إن كانت مؤسسات محلية، ننتقل إلى المرحلة الثالثة إن نعمل فيها مشاريع أطول، مش مثلا توزيع سلة غذائية في رمضان، لا بقى عايزين نبني بير، عايزين نبني مدرسة، عايزين كذا، نبتدي نخش بعد كده في مشروع بعينه وليس شراكة في مشاريع مختلفة. الرابعة بقى لو تأكدنا من 1 و2 و3 برضك، أرجع أقول مع برضك موظفين او اعضاء مجلس اداره من هذه الجمعيات او الجمعيه نفسها في قوائم الارهاب. يبقى نخش بنقطه رابعه بقى، لنعمل اتفاقيات الشراكه المتوسطه والطويله للامد، واللي احنا ممكن ولازم علينا يعني شوف 1 2 3 4، ومع النقطه الرابعه يكون حاطين ماده اننا نراجع عقود الشراكه ونتابع ونراقب التنفيذ دوريا كي نتاكد من المصداقيه. فإن لم توجد مصداقية في التنفيذ وهناك عقد شراكة فنوقف عقد الشراكة مباشرة. ده هيودينا لحاجة اسمها مجالس التنسيق. مجالس التنسيق الأمم المتحدة عندها حاجة اسمها يو إن أوتش، مجلس التنسيق الأمم المتحدة، ده موجود في بنسميها مجاميع بتجتمع دوريا في بتتعامل مع المرأة، الطفل، المياه، الصحة، التعليم، كل هذه الأشياء، الإيواء، الغذاء إلى آخره. فنخش في المجالس دي، دي مجالس مفتوحة لنا حتى احنا كمؤسسات محلية، نطالب 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 أن ندخل في مثل هذه الأماكن. المؤسسات الدولية أيضا ليها مجالس تنسيق لوحدها، يعني مثلا في السودان أنا حضرت واحدة، في أفغانستان، في باكستان الى اخره، في مجالس تنسيق مؤسسات دوليه، فتلاقي في المؤسسات الاوروبيه والكنديه والامريكيه وبعض المؤسسات العربيه الاسلاميه موجوده في هذه المجالس التنسيق، وده بيكون مجلس مستقل عن مجلس تنسيق الامم المتحده. انا بقول بقى اعوذ بالله من كلمه عادي ان المؤسسات المحليه زي حالاتنا احنا في داخل سوريا لابد يكون لها مجلس تنسيق. هنا بقى هيطلع كلام ما يعجبش بعض الناس.
لابد يكون لها مجالس تنسيق على مستوى الحي والقرية والمدينة والمحافظة الوطن اللي بالصفحة. كيف نؤسس المجالس التنسيقية دي في الداخل السوري؟ نقلب الصفحة. شوفوا بقى السبع نقط دول أنا هقولهم، وده ما تعلمته منكم في خلال ال 45 سنة اللي فاتت. أول حاجة المحافظة على استقلالية المجلس وألا تتغول عليه مؤسسة دون أخرى، دي نمرة واحد. أن تؤمن كافة المؤسسات الأعضاء المشاركة في بناء المجلس بالتنسيق فتوفر ميزانيات معتبرة تيسير هذا المجلس. وده أمر احنا كنا بنعاني منه في تركيا، ويمكن في وكان في اللي هو اتحاد منظمات الجمعيات المدنية السورية واتحاد تاني وثالث ورابع، الأعضاء مش مؤمنين بيدوا بالألف دولار بالعافية، وتلاقيهم بيصرفوا في الشهر مليون وفي السنة 20 مليون، لكن يجوا على الحتة دي يقول لك لا هو 1000 دولار وما يدفعوش كمان. هنا يبقى العقلية فيها انفصام في شخصية أصحاب القرار. يكون موظفين المجلس دول مستقلين عن الجمعيات، خلاص أصبح هم منحازين للمجلس. يكون رئيس المجلس التنسيقي في الداخل السوري في أي مكان مستقل، غير منتمي لأي جمعية من الجمعيات الأعضاء أو منظمات الأعضاء. يكون ربع أو ثلث أعضاء المجلس التنسيقي من المستقلين عشان يعملوا توازن ما بين الجمعيات الأعضاء اللي هم كل واحد فيهم ليه توجه، وبين المستقلين اللي هم توجههم العام من أجل خدمة المجتمع. أن نحترم قرارات المجلس لا أن نعارضها بعد أن نتفق عليها. والأخير، وده انا بقوله دايما وحطيته بالاحمر كده حطيته بالاحمر كده، ان يكون تمثيل النساء والشباب معتبرا داخل هذه المجالس التنسيقيه وكذلك داخل مجالس ادارتنا في مؤسستنا، لانهم يديهم تمثيل، لانهم بيمثلوا في المجتمع ما لا يقل عن 70% من ابناء الوطن، وان يكون المجلس ذكوريا كما عودتمونا عليه او كما عودنا الكثير عليه. فأين دور المرأة؟ وأين دور الشاب؟ وأين 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 وأين؟ إلى آخره. إيه فوائد بقى وأهداف مجلس؟ في 6 فوائد هنتكلم فيها. معانا يا شباب نتكلم بقى. أول فايدة هي خفض الإنفاق والإهدار المالي. دي نمرة واحد. بنقعد مع بعض، كل منا يطرح ما عنده على الطاولة بشفافية. نمرة اتنين، عدم تكرار المشاريع في أماكن جغرافية مختلفة. والله نقول والله في المنطقة اللي في الشرق دي مين اللي هناك في كذا، طب ممكن أنا أستعد من خلال أحد أعضاء مجلس التنسيق هناك فندعم عمل الجمعية دي، وبالتالي هم يدعموا عدم عمل جمعية أخرى من جمعية المجلس في منطقة أخرى. نمرة ثلاثة، في الأهداف والفوائد، بتزيد الأثر المجتمعي. يعني التنسيق ده بيزيد الأثر المجتمعي على المجتمع نفسه، بيحس إن كل الجمعيات قاعدة مع بعض بتحافظ على عدم الإهدار، سواء كان المال أو الجهد أو الفكر حتى، لأن المال ليس مالنا، وحتى الجهد المبذول من أجل ماذا؟ ليس من أجل شهرتي وسمعتي وجمعيتي ومؤسستي، ولكن من أجل الفقير والنازح واللاجئ والمتشرد والمريض والشيخ والأرملة واليتيم إلى آخره. فعاليات التنسيق بتؤدي الى ايه؟ لزياده المشاركه. يعني احنا عايزين مجالس التنسيق دي تخرج برساله واضحه للمواطنين، فالمواطنين ليس فقط الجمعيات يلتفوا حول مثل هذه المجالس ليعطوها فلذات اكبدها ويعطوها اخر الافكار للحلول المجتمعيه. ده من 4 اهداف وفاد مجلس التنسيق. ايه اللي بالصفحه؟ ان مجالس التنسيق دي بيكون ليها برامج لبناء القدرات، المؤسسات المحليه والافراد والمحليات وتاني والبلديات الى اخره. ان مجالس التنسيق بتحمي المؤسسات العامله من ايه؟ من الدعايه المغرضه، واحد يطلع عليك اشاعه، واحد يطلع عليك مش عارف ايه، واحد كذا واحد كذا، فالمجلس من خلال اعضاء بيقول لا هذا كذب، نحن نعرف هذه المؤسسه وهي كذا وكذا وكذا وكذا. دايما بيطلع في كثير جدا من الاحيان على اللي هو في مصر احنا بنقول ايه؟ الزن على الود، الزن على الود امر ايه من السحر.
دي أهداف فوائد مجلس التنسيق. تفضل بعد كده. إيه تحديات إدارة مجلس التنسيق؟ في تحديات زي ما أنا قلتها. تفضلوا، يمكن أخونا عبد الرحمن علاف لو كان موجود كان مسؤول عن المجلس، وأخونا الدكتور خضر الصدر كان أيضا مسؤول عن المجلس، وهم يقولوا لكم التحديات دي ممكن يكتبوا فيها كتب، ويكتبوا فيها أشعار، ويكتبوا فيها زجليات، ويكتبوا فيها آلام حتى يوقظوا المدخمين بالأموال إن الأموال لن تستمر بفردية العمل المؤسسي وإن كثرت، لكن العمل المؤسسي بالتعاون والتآزر وبناء الشراكة. كل تحدي المنظمات الكبيرة، أنا ذكرت بعض أسماء مش هذكرها تاني عشان ما زعلش حد، مش مقتنعة حتى أنها تدفع $1,000 أو $2,000 وهو عنده ميزانية سنوية 42 مليون دولار. إخي العقل مسوس، العقل منكفئ، العقل أعمى، ما فيهوش بصيرة، والعمى ليس عمى العين، ليس عمى البصر، عمى البصيرة. المال اللي عندك ده مش مالك ولا مال عيلتك ولا مال جماعتك ولا مال أي حد، ده مال المجتمع ومال الفقير، وأصبح التنسيق والشراكة فرض عين عليك وعلى من معك. إن كنت أنت كجمعية متقدمة فابني الجمعيات الضعيفة فدعميها، لا تجري وحدك، ستكوني وحيدة وسينفرط عقدك في المستقبل. هذه الجمعيات اللي المليونية التي عاقت بناء هذه المجالس لأنها لم تؤمن بها عطلت المسيرة في الدفاع عن التماسك المجتمعي لأبناء السوريين في الداخل وفي الخارج. أو زي ما بقول ضعف الدعم المادي. طب هنمشي هنوظف واحد فول تايم ازاي؟ هنجيب اي واحد شربات لي كده يمسك مجلس انا هو صاحبنا؟ لا، ده احنا نجيب واحد عنده وصف وظيفي محترم ومعتبر عشان الناس كلها تلتف حواليه. من التحديات هو التسابق والتنافس بين اعضاء المجلس، ده كبير. هو ليه الامين العام بتاع المجلس يتكلم وانا قاعد في الجلسه ما اتكلمش؟ شوف بقى هنا بقى، ونفس وما سواها يا نفس معفنه، فالهمها فجرها وتقواها يا نفس معفنه، قد افلح من زكاها يا نفس معفنه، وقد خاب من دساها. فانا اقول للمؤسسات الكبيره اتق الله، اتق الله، اتق الله، وتنازلي عن كبرك وكبريائك من اجل الشعب السوري، من اجل الشعب السوري. انا ببكي على الشعب السوري وليس لي ناقة ولا جمل فيه، وأنت تدعي أنك تنقذين وتنقذين الشعب السوري وترفضين أن تتعاملي من خلال مجالس تنسيقية. اتق الله أيها المؤسسات، المال ليس أموالكم وليس مالكم، وحتى الجهد من أجل الفقير والنازح واللاجئ السوري ليس جهدكم، هو جهد من أجل الفقير وليس من أجل شرذمة المجتمعات. اقلب الصفحة. التاريخ بقى، الأمثلة اللي احنا بنضربها لأن الواحد شاف المجالس دي بقالنا مثلا قول 40 سنة. الشركات بدأت بالمؤسسات الإسلامية مقاضية أفغانستان، كان في مجلس تنسيق معتبر، ومع ذلك المؤسسات العربية الكبرى كانت بتقاومه. ليه؟ أنا رايح مع الجماعة اللي مش عارف إيه دول، اللي إيه دول، اللي إيه دول، لأن أنا ميزانيتي بعشرات الملايين من الدولارات، ده كان ده في السبعينات، لأن أنا دولتي بتجيب لي شاحنات وأطنان وكذا. بدأ في أفغانستان ثم تكرر في البوسنة، وكان مصيبة في البوسنة. الجمعيات كانت مستعدة تعمل أي شيء إلا جمعيتين ثلاثة أفسدوا المسألة. ليه؟ لتخمة حساباتهم المالية ومخازنهم بالمواد الإغاثية والغذائية والأموال. إيه ده؟ أنا راح أمشي مع الناس دول. فلما كل المجلس عامل شيء هم يسبقوه. لما كنا في البوسنة في مناطق محاصرة، وعندما مثلا دخل فيها في منطقة اسمها بحاش أو جبة أو جراجدا أو ناخد تسامي الأمم المتحدة، والمس إحنا هندخل من المجلس 20 شاحنة، كل شاحنة فيها 20 طن. ثم أحد المؤسسات عاملة إيه؟ ثم هي سابقة، أنا هطلع موكب بتاعي في 15 شاحنة الواحد. ليه يا ابن الحبيب والحبيبة؟ ليه يا ابن؟ ليه؟ ليه؟ حتى الأموال دي لو كان بديها لك دولتك يا أخي، اتق الله في بناء التماسك المجتمعي. اتق الله فان تكون متواضع، اتق الله في ان العمل الانساني اللي احنا بنعمله ده او اللي احنا كلنا عايزين نعمله ده اول شيء فيه التواضع وخفض الجناح. لمن؟ للمحتاج والمسكين والارمله.
كلها في اموال المسلمين، اموال الفقراء والضعفاء والمساكين. ها وبعدين راح على البنيا في القضيه السوريه. لا هات بس حتى القضيه السوريه رجعني كده حته دي عشان برضك ايه ادي فيها ركله. بقولك اما في القضيه السوريه كان هناك اكثر من مجلس تنسيقي من خلال اتحادات الجمعيات السوريه، ولكن جمعيات الاعضاء لم تدعم مسؤوليه الاتحادات في اعمالها التنسيقيه زي ما احنا عارفين انا بس هرجع اعمل بث ثاني على اللي هو الانستغرام. طيب اللي بعدها الأمثلة على المجالس التنسيقية الموجودة في العالم. طبعا حطيت مجلس أعلى الدعوة والإغاثة اللي موجود تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الجامع الأزهر، موجود في مصر في القاهرة، في مجالس تنسيقية أخرى تابعة للأمم المتحدة أو تابعة للمؤسسات هي اللي عاملاها. بس أنا خلينا بس أشطب اللي أنا كتبته ده علشان مش هينفع ان انا نحط الكلام ده على الانستغرام. اوكي انا معاكم دلوقتي مصر. طيب اللي بعدها دي بعد المجالس هنتكلم عنها. انتراكشن دي موجودة في امريكا، SCHR اللي هي موجودة في سويسرا، انتر ايجنسي ستاندينج كوميتي نوت وركينج كوميتي، انتر ايجنسي ستاندينج كوميتي دي موجودة في الأمم المتحدة اللي بتنسق العمل بين المؤسسات الإنسانية داخل الأمم المتحدة. وغير كده هو ستارت موجودة في بريطانيا، دي اي سي موجودة في بريطانيا، كونكورد موجودة في بلجيكا، اكفا موجودة في سويسرا، وفويس موجود ايضا في بلجيكا. وكل الحاجات دي بتعمل في التنسيق. شوف انا ذكرت كم مجلس، واحد اللي هو مجلس اعضاء الغاثة موجود عندنا، لكن ذكرت جنبه في 1 2 3 4 5 6 7 العالم. طب الشريحه اللي بعدها ممكن تعمل ميوت يا اخي للمشاركين. طب دي اخر شريحه خلاص عشان اخلص انا، وتتوكلوا على الله انتم وتنطلقوا. نحن ده كلام يعني أدبي، نصنع طريقة لسطر الكتب، بل نحدد مسارات إنجازات المستقبل التي تتبع الأمم. بناء الأمم لا يتم إلا أن تنازلنا عن بعض خصائص شخصياتنا الاعتبارية من أجل بناء أركان. أنا أتوقف الآن معكم، وإحنا تقريبا خدنا يعني أقل من الساعة بعد أن انتهى أخونا اللي قدمني. فأتمنى أن أنا أخذ منكم أسئلة أو انتقادات أو اللي أنتم عايزينه. وأنا بشكر فاطمة حرسي وعمر جمال وعلي الشوى، وبشكر أيضا اللي هو عزب الله مشان الله بسم الله الرحيم اللي هو مؤسسة وفاء على أنها استضافتني اليوم. تفضلوا الأخ اللي حدير اللقاء يعني يبتدي أن هو يبتدي ان هو ياخذ الاسئله او شوف حيدير اللقاء ازاي. حياكم الصوت يا دكتور سعيد. اخي محمد افتح الصوت يا دكتور سعيد. أخي الصوت لا نسمع الصوت. أيوه طيب سأعيد. أنا كنت أتشكر دكتور البنا، جزاكم الله خير على ما قدمتم وشرحتم لما يخدم هذه المؤسسات الخيرية والإنسانية والتنموية، جزاكم الله خير وكتبه في ميزان حسناتكم. الآن لدي مداخلة من المهندس غسان شققي نائب رئيس مجلس إدارة الوفاء ليشكر حضرتكم ويشكر الحضور الكرام ويتفضل بما يراه مناسبا. تفضل أستاذ غسان.
استاذ غسان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مسموع الصوت؟ نعم مسموع. مسموع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم جمعية الوفاء للإغاثة والتنمية نرحب بالدكتور الفاضل هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني وجميع رؤساء الجمعيات الخيرية والإنسانية والتنموية المدعوين والضيوف الأكارم المشاركين بهذا اللقاء لتبادل خبرات العمل الإنساني ولإغاثة اللاجئين والنازحين المتضررين من الشعب السوري خاصة والعالم أجمع. على أن يكون هذا اللقاء لبنة في صرح العمل الإغاثي والإنساني ولبناء جسور من التعاون بين الجمعيات والأفراد المدعوين لرقي العمل الإغاثي والإنساني والتنموي، راجين من الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أنا رأيي الآن نعطي فرصة ووقت لمن يريد أن يسأل أو أن يشارك بمداخلة، فتفضلوا. أرجو من يرغب أن يكتب على الشاشة. نعم، لدي الأستاذ ياسر ملا، هل أعطي إشارة؟ نعم أستاذ ياسر المولى، من رئيس منظمة القادة المستقبل لإغاثة التنمية المستدامة من محافظة نينوى في العراق. الصوت لو تكرمت، أن ترفع الصوت لو تكرمت. نعم ارفع الصوت لو تكرمت حتى نسمعك. هسه تمام؟ نعم تمام. شكرا جزيلا. أنا أشكر الأستاذ هاني البنا وأشكر مؤسستكم الكريمة على هذا اللقاء الشيق. حقيقة يعني أجلس يعني ضرورة ملحة، لكن أحيانا التحديات تعطي إرباك في عمل هذه المؤسسات، وأحيانا المجالس التنسيقية المحلية لا تطبق النقاط التي ذكرها الأستاذ هاني البنا، فتكون مثلا الغلبة فيها لمؤسسة واحدة هي تنفرد مثلا بالمشاريع على حساب المؤسسات الأخرى. يعني أتمنى النقاط التي كتبها الأستاذ هاني البنا أن ينضجها بشكل كأنما نظام داخلي للتنسيقيات المحلية، مجالس التنسيقية المحلية، لكي تعتمد في محافظاتنا مثلا كمحافظة نينوى أو مثلا يعني في القطر الواحد مثلا في العراق. وشكرا جزيلا لكم. طيب شكرا لكم. أستاذ البنا لديك تعليق على هذه المداخلة أم نذكر بقية المداخلات ثم تعلق على جميعها؟ طيب الأستاذ سليمان أحمد. سليمان أحمد السلام عليكم، جزاكم الله من قام على هذا المشروع، جزاكم الله خيرا جميعا. أستاذ الكريم، نحن نعيش حاليا في الشمال السوري، يعني إذا بدي أحكي لك الكارثة بالنسبة للمنظمات الإنسانية التي نعيشها في الشمال السوري كارثة إنسانية بحد ذاتها للعمل الذي يقومون به. يعني إذا من أي جهات تجلي هالمنظمات هاي بتلاقيها كارثة، من جهة التوظيف، من جهة التوزيع، السلل الغذائية توضع بالسوق، النازح لا يحصل على من مستحقاته واحد بالألف. يعني قد تقول إن هذا الشخص يوالق بالكلام، ولكن أنا نازح اليوم من صار لي 6 سنوات أعيش في الشمال السوري، رغم التسجيل والأسماء اللي سجلتها أنا وغيري. حاليا أنا مدرس ولست بحاجة لسللهم أو المعونات التي يقدمونها، ولكن هناك أشخاص تعاني الفقر الشديد، قد إنه لا تجد ما تشتريه لنفسها ولعيالها، فتجد المحسوبيات بالتوزيع أولاً، الأشخاص الذين يستلمون هذه الوظائف قد أنه لا يستطيع الكتابة، يعني الأخطاء الإملائية أو من أي جهات. يعني كيف سأشرح لك بالنسبة للكارثة الإنسانية التي نعيشها
صدقا كارثة إنسانية بحد ذاتها بالنسبة للمنظمات الإنسانية. نعم يعني سيد. بالنسبة يعني قد إني أطيل عليك، ولكن اسمح لي من شدة ما أشعر به في هذه المنطقة هنا. نعم سيدي، جزاك الله خير، شكرا. نعم نقدر جميعا نحن كسوريين وغير سوريين أيضا نقدر حجم المأساة الموجودة في سوريا، والحقيقة هي أكبر من أن تغطيها جمعية أو اثنتين أو عشرة أو مئة. حجم المأساة كبير جدا، ليست بمستوى حتى دولة واحدة أن تقوم بتغطيتها. لذلك هذا لا يعني بأننا يعني نقول ليست من فائدة، نحن نقدم والجمعيات الأخرى كل ما باستطاعتنا من جهد ولتغطية أكبر قدر ممكن من هذه المأساة، والله المستعان. لعل الله سامحني دكتور على المقاطعة، بس لكن الفساد الذي نعيشه بالشمال السوري بالنسبة للمنظمات فساد لا يقارن بأي جهة أخرى. نعم بارك الله طيب. شكرا طيب. لكم وسامحوني. شكرا لك سيدي. أنا أمشي حسب الظاهر عندي، أظن الأستاذة عائشة الدرس، تفضلي. السلام عليكم عائشة. السلام عليكم. من أي مدينة يا أخت عائشة؟ أنا أتكلم من إسطنبول. بسم الله ما شاء الله، حياك الله. من منبر مديرة منبر الجمعيات السورية. نعم تفضلي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، حياكم الله جميعا اخوتنا الكرام، وجزاكم الله خيرا. شكرا دكتور هاني، يعني دائما تشكل عنا اضافات مهما يعني تابعنا من محاضراتك، فدائما بكل محاضره في لك اضافات. الله يجزيك الخير ويجعلك يبارك فيك، ذخر للاسلام والمسلمين ولكل الانسانيه ايضا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله كلنا ان شاء الله. أنا كنت أريد أن أسأل سؤال عن موضوع الاندماج، فوائد الاندماج بين شبكتين. يعني طبعاً إذا أتكلم عن البلاتفورم طبعاً ما أتكلم عن اندماج منظمتين، إنما اندماج شبكتين في الوقت الراهن، يعني هل يحقق الاندماج بين شبكتين فوائد أم بشكل عام، أم أن موضوع أنه تبقى الشبكات منفصلة بتخصصاتها لخدمة المجتمع السوري أفضل؟ يمكن سؤالي شوي عام ومبهم. طيب. لكن بالنسبة لموضوع لا لا لا, لا, لا أنا عايش فيه. تمام دكتور تفضل. طيب. أنا عايش فيه ده أنا عايش فيه بقى سنين. الله يكرمك. ممكن أجاوب على ثلاث أسئلة؟ يا ريت. باقي لدينا أخ أسامة الحمصي، هل الأخ أسامة؟ أسامة الحمصي. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أخو أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم أخوكم أسامة محمد الحمصي، مدير جمعية دعاة إلى الخير. يا رب. حياكم الله تعالى وبارك الله فيكم. آمين جميعا. باسم الإخوة في إدارة الجمعية نشكر الإخوة في جمعية الوفاء على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونشكر الدكتور هاني على وهنأه الله إن شاء الله دنيا وآخرة، والحاضرين جميعنا بارك الله فيكم وشكر الله لكم. فوائد عظيمة في هذه المحاضرة الطيبة، لو تكرمتم يعني برقيات أو هدايا سريعة بين أيديكم. الإعلان كان أنه ندوة أو ورشة، وهذه كانت محاضرة لا شك أنها فيها الفوائد العظيمة، ولكن انتقاء الاسم الصحيح في الإعلان أظن له أهمية وله دور. جمعيتنا جمعية إحدى منظمات المجتمع المدني، ولكننا متخصصون في المجال الدعوي والمجال الدعوي فقط. نحن نعمل منذ نهاية العام 2013 وحتى هذه اللحظة بفضل الله عز وجل، يعني نتطلع إلى شراكات مع بقية الجمعيات القريبة أو التي لنا مساحات مشتركة معها، ونتطلع كذلك إلى أن نستفيد من جميع من لديه خبرة أو نصيحة، وقد أفدنا في هذه المحاضرة كثيرا، فالشكر موصول لكم جميعا مرة أخرى باسم الإخوة
أعضاء إدارة جمعية دعاتنا للخير، لكم الشكر جميعا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا. جزاكم الله خيرا. بارك الله. نرد على الأسئلة. باقي معنا أظن الأخ أبو المنتصر، هل تود المداخلة؟ الأخ هو نفسه. آه نعم، حياكم الله. طيب خالد الهنيدي من العراق. خالد الهنيدي من العراق، هل تود المشاركة أو المداخلة؟ طيب دكتورنا الحبيب تفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في نشكر أخونا أسامة الحمصي على التوجيه بتاعه لينا، جزاه الله خير. وصرحته أنه مؤسسة دعوية وفي ناس كتير جدا بيدعموا الدعوة في الداخل والخارج السوري. بالنسبة لأول سؤال من المجالس التنسيقية اللي هو من إخواننا في نينوى في العراق، طبعا حاليا أنا بقول الكلام ده لينا كلنا، لأن أنا كلمت عن أول المجالس التنسيقية اللي وجدت في أفغانستان، يعني من أكثر من 40 سنة. المبادرة اللي حدثت في العمل الإنساني في العالم العربي والعالم الإسلامي بدأت من أفغانستان في منتصف أو نهاية السبعينيات، وانتقلت إلى البوسنة، ثم انتقلت إلى ألبانيا، ولماذا توقفت؟ لأن إحنا كمؤسسات كبيرة مش مؤمنين بالتنسيق. يا أخواننا أنا مش هجلد الآخرين وأقول المؤسسات الغربية بتيجي تغير ثقافتنا وبتعمل كذا وكذا وكذا، لا، أنا هجلد نفسي أنا، لأن أنا قدامي المشكلة الموجودة سواء كان في العراق أو في الشمال السوري زي أخونا سليمان أحمد ما اتكلم. دي مصيبة في أخلاق العاملين في العمل الإنساني في منطقة الكوارث، إن يكون الموظفين فيها، وده اتكلمت أنا فيه في الكلام بتاعي يا أخوانا، صعوبة الوصول إلى هذه الأماكن بتجعل الذي كان والتي كانت أخلاقها أخلاق الصحابة فسدة. أقولها بملء فمي، فسدة. لكن المفسد الأعظم هو الذي لم يراقبهم ولم يحاسبهم ولم يؤطرهم ولم يبني قدراتهم. فما يقول فيه الأخ سليمان أحمد وأخونا من نينوى واقع أليم 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 أليم، وممكن يكتب فيه كتب وتكتب فيه أدبيات. ليه؟ لأن إحنا بنتعامل مع مين؟ إحنا بنتعامل مع من ندعي أننا نخدمهم ولكننا نسيء إليهم. فلا بد إن إحنا يعني كلنا نبدأ الطريق ودائما هي المؤسسات الكبيرة، وهذا الموضوع بدأ من أفغانستان. مؤسسات كبيرة عندها عشرات الملايين مش عايزة تنسق بل بتفسد التنسيق، ودخل في البوسنة ودخل في ألبانيا ودلوقتي في سوريا بقى. لا، ده المؤسسات السورية اللي هي عندها الملايين هي مش عايزة تنسق، يقول لك مش عايزة بقى مع دول ويستخسر فيك. فنبدأ إحنا إن شاء الله، يعني مثلا إحنا في التنسيق في بريطانيا ك ك ك كمنتدى إنساني أو مجلس اسمه يا ربي منتدى خيري إسلامي، منتدى خيري إسلامي في 17 مؤسسة بريطانية خيرية يشحت من الأعضاء الاشتراكات، بيجي مصيبة. وكل عضو من المؤسسات عنده 20 30 40 مليون جنيه، والاشتراك بالنسبة لأعضاء المؤسسين 20 ألف من 40 مليون أو من 30 مليون ولا شيء. فمشكلتنا إن المال اللي بيجينا بيدينا سلطة غاشمة. أي إنسان بيتسلط ويكون سلطوي بينسى المجتمع، وبتكلم عن قدرة المال وقوة المال وإمكانية المال، وثم يتكلم عن مؤسستي ولا يتكلم عن المجتمع نفسه. ده خطر. فلذلك الشباب اللي موجودين في مثل هذه المؤسسات عليهم دورين، انهم يبداوا التنسيق بمجموعه وان كانت قليله من المؤسسات تعمل اشياء ناجحه وملحوظه، ها، ثم وده مهم جدا اسمعوا كلمه ثم دي، ثم علينا ان نبني قدرات وكفاءات مجتمعيه من الشباب لكي نعلمهم الاطر
الصحيحة في العمل الإنساني. أن ربي قيل، هاد آخر شريحة يا أخي، آخر شريحة عملناها علينا ربي قيل. ما ينفعش لما أكون أنا مدير، ممكن تجيب آخر شريحة في العرض لو سمحت الأخ اللي ماسك العرض، لازم ربي قيل، لأن الموجودين دلوقتي مش مقطرين. هبا من الآخر بقى، أغلب العاملين في المجتمع السوري في العمل الإنساني والمدني الاجتماعي ليس لهم خبرة بهذا وكل قبلها بلاء حسن، لكن لابد أن نؤطر حتى رؤساء هذه الجمعيات. لا مصيبة، أنا واحد أتكلم عن حالاتنا، لما بدأت في العمل الإنساني ده من تقريبا 40 سنة لا كنت أفهم الألف من كوز الدورة في العمل ده، لكن خلال 40 سنة تعلمت. كذلك احنا في المجتمع السوري احنا خارجين من دولة كانت تمنع العمل الاجتماعي والإنساني على مستوى الجمعيات، فكان اللي يقوم بها فكان اللي يقوم بها بيقوم بها بشيء فردي كده، جارك جارتك خالتك عمتك الى اخره. لا سيب 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 الشريحة اللي فاتت اللي انت حطيتها، رجعها تاني الشريحة اللي ايوه دي اخر واحدة بس كده سيبها دي. فانا دلوقتي في خلال 10 سنوات دول اتعلمت خلاص الحمد لله، أسيب بقى وأدرب الجيل اللي يجي بعديا يكون مؤهل أكتر. وجزء من التدريب ده على القيم والأخلاقيات، القيم والأخلاقيات، إن أنا مش زعيم إلى الأبد. يعني ليه نحن دايما في أدبياتنا وفي كلامنا نلعن الزعماء الدكتاتوريين اللي بقالهم 30-40 سنة؟ خلاص طب ما أنا قاعد بقى لنفس الموضوع وبحافظ على نفسي بإيه؟ أصل أنا اللي عندي القيم، اصلا انا عندي اخلاق. لو انا مشيت القيم بتاعت المؤسسه هتروح، المؤسسه هتنهار. طب واحد زي حالاتي انا، صليتوا على النبي كلكم وانتم بتسمعوا، انا تركت الاغاثه الاسلاميه من 12 سنه خلاص يا شباب، راحت الاغاثه الاسلاميه، ماتت الاغاثه الاسلاميه، انزوت الاغاثه الاسلاميه، خلصت الاغاثه، لا ابدا بقت احسن مما كنت انا فيه. يجي تاني بدا يؤطر لي سياسات ولنظم وكذا 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 وكذا، بالرغم من الحرب الضروس اللي على الاغاثه الاسلاميه. فلا بد ان نبدا بالمجموعه التي تؤمن بالتنسيق على مستوى بسيط جدا، وان ننير بها الطريق. وفي نفس الوقت القائمين حاليا يعلموا جيل الشباب، لان الازمات دي هتستمر وهتستمر وهتستمر، ولم يكن هناك ناس يؤطروا للعمل الانساني واخلاقياته، وسيستمر ما يقول مقال به اخونا سليمان واخونا في نينوى. أما بالأخت، بالنسبة للأخت عائشة، فالاندماج هو أحد الوسائل للبقاء، هو أحد الوسائل للبقاء. قد يكون عندي دعم مادي أو دعم أدبي أو الآخر، فبندمج مع مؤسسة مثيلة لي ويبخش في خطوات الاندماج، وده شيء صحي جدا، صحي صحي للغاية. شركات العملاقة بتندمج مع بعض، أو بواحدة بتشتري واحدة إلى آخره. فلذلك الاندماج بالنسبة لنا احنا كمؤسسات عربية ومسلمة بنعتقد نصب ابدا، اما في المؤسسة بقى ولا اندمج مع مؤسسة تانية، اخذ الكفاءات اللي اتعلمت في المجتمع عندي في خلال الخمس او عشر سنوات الفترة يكونوا اعضاء في مؤسسة تانية، ولا كلهم هيتشردوا مش هيكون لهم وظائف. فاحنا نشوف معايير وسياسات الاندماج وقيم الاندماج واهمية الاندماج. وانا معك يا اخت عائشة في أن الاندماج له عظائم ومفاده. إحنا نفسنا في المنتدى الإنساني لقلة فهم المانحين عما نقول به اندمجنا مع مؤسسة تانية اسمها بيت الزكاة في بريطانيا، لأنها هي عندها مبنى تكلفته يمكن 1.5 مليون، وعندها بعض المال، وإحنا ما عندناش، لأن ما فيش مؤسسات بتؤمن بالتدريب، تأهيل، تمكين، ده المجتمعات، الوحدة الوطنية، كل الأشياء اللي احنا محتاجينها 100% أكتر ما بنحتاج للسلة الغذائية، أكتر ما بنحتاج للسلة الغذائية. هذه المؤسسة انت بتشيل الصريحة ليها آخر فترة، رجعها تاني نسح أتكلم عنها. فلذلك الاندماج مهم جدا جدا إذا توفر الشروط بتاعته. أنا لما بتكلم في آخر صريحة ما حبيتش أتكلم فيها كتير، لأنها يعني زي ما بتقولوا تصريح. احنا من كل اللي احنا بنعمله مع بعض عايزين نعمل مسار، مسار يعني انت كأننا احنا ماشيين في الصحراء او طالعين على جبل ومفيش طريق. فاول مجموعه مننا اللي هم انتم في العراق،
أو أنتم في سوريا أو أنتم في اليمن أو أنتم تعملوا هذا المسار. المسار ده هيحدد مستقبل الناس اللي هيمشي وراكم. لو احنا ما عملناش المسار دلوقتي وجهدنا على اننا نضع هذا المسار للاجيال، لن تاتي الاجيال من بعدنا لتسير على النهج القويم، وسيلعنوننا وسيلعنوننا وسيلعنوننا، لان كان في مقدرتنا ان نبني هذا المسار ولكننا لم نبني. نمره واحد. النقطه الثانيه اللي هي نقطه فرديه، اللي الحته دي الانونه دي، عارفين الانونه؟ شايفين هنا دراعي طالع ازاي؟ والحته دي الا ان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قالوا يا القلب، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده، إحنا مين إحنا؟ إحنا مين إحنا؟ وكل اللي بيحدث في مؤسساتنا دلوقتي، سواء كان اللي بنتكلم عليه زي أخونا متكلم من الشمال السوري اللي هو سليمان أو غيره أو غيره أو غيره، إنما هو لعدم وضوح الأواتر والسياسات والصلاحيات ووضع طرق للمتابعة والمراقبة إلى آخره. يا أخواننا لو إحنا عايزين نبني شراكة ما نعملش مع، يعني مثلا قد أنا مثلا كنت عايز أضربه أمس، اللي هو كان في حاجة اسمها ائتلاف الخير يتعمل فيه من أجل القضية الفلسطينية يمكن من 20 سنة تقريبا. أنا لا أخضع فيه ولا أزم فيه ولا أتكلم عنه. دخل فيه ناس كتير من اتجاهات مختلفة، وبعدين بعد كده بعض الدول ضربته ضربة قاضية وصنفته. أنا مش عايز حاجة زي كده فيها 50 أو، لأن إحنا مش عاملين مظاهرة، إحنا عايزين 4 أو 5 جمعيات مع بعض يبدأوا يمسكوا الشمعة. أدي الشمعة أهي، أول مجموعة تعمل التنسيق تمسك الشمعة. إحنا مش عايزين دلوقتي إلا شمعة، ولو المؤسسات الكبيرة اللي هي بتحتحها ومبحبحها ومبحبحها دي كلها يعني مش مهم تشترك في الأول ونمشي. أنا معين هيحترمنا الكبير والصغير، وبعد كده وإحنا في منهجنا ومنهجاتنا إننا نبني الشباب، سواء كان الشباب دول من 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 بناتنا أو من أبنائنا. تفضل يا دكتور. ما باقي سؤالين. تفضل، أنا خدامك. جزاكم الله خير. طيب. صار لي كل 20 سؤال أنا عندك لبكرة. بارك الله فيك، جزاكم الله خير دكتورنا الحبيب. في الأستاذة رانيا المدلجي هي تستفسر تقول: هل إن اختصت كل جمعية بنوع إغاثة هل ممكن أن يمنع الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها الجمعيات الإغاثية؟ وهل من الممكن أن تكون الاستفادة أكثر، يعني تتخصص جمعية للتعليم وتكون فقط للتعليم، وجمعية طيب. للسلات الإغاثية، وجمعية أخرى للتوعية، وهكذا طيب. كل جمعية تتخصص بفرع واحد. السؤال الثاني في الحقيقة هو الدكتور أسعد الأسعد يريد المشاركة. الدكتور أسعد، الدكتور أسعد الأسعد، هل أنت معنا؟ نعم معكم أنا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل دكتور. بارك الله فيك أستاذي الفاضل والدكتور هاني، أشكرك لما أفدت وأجدت، وهناك لي مساهمة بسيطة لعل الجميع من الحضور يريد أن يعرف آلية تفعيل هذه المشاركة مع الآخرين، وهناك من خبرتي المتواضعة أريد أن أوصل هذه الرسالة، أن بشكل عام الناس لا يريدون أن يمشوا مع الضعفاء وإنما يمشون مع الأقوياء، والقوة لا تعني أبداً المال في مجال العمل الإنساني. القوة قد تعني هو إمكانية الوصول، القوة قد تعني خبرة، القوة قد تعني كادر هائل من المتطوعين، ولنا تجربة في هذا المجال، عملنا كثير من المشاريع التكاليف الصفرية في منظمة مطر للإغاثة والتنمية، وبسبب الوصول وبسبب الخبرة وبسبب أيضا تقييم الاحتياج بسبب السمعة التي بنيناها والحمد لله، والكادر المتين الذي أعطيناه الخبرة قبل أن نطلقه في الميدان.
هذا ما أردت أن أقوله، ولعلك توافقني دكتور. لا لا أنا هرد عليه دلوقتي، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك، هرد عليه متخافش. دكتور أسعد فقط عرفنا بنفسك لعل البعض. وأسعد السعد الأسعد. الله نعم. يسعدك يبارك فيك، أنا أخوكم وأرجو أن تعتبروني كذلك، الدكتور أسعد الأسعد المدير التنفيذي لمنظمة مطر للإغاثة والتنمية، مكتبنا الرئيسي في أنطاكيا في هاتاي، بدأنا العمل من عام 2015 في الداخل السوري في جميع القطاعات، والحمد لله الآن نحن في منصة الأوتشا ونعمل في عدة قطاعات في خدمة إخواننا، ونحن أيدينا ممدودة لكل المنظمات للعمل سوية والمشاركة، وأنا خادم للجميع بحكم تخصصي في التدريب ورفع القدرات، فأنا متطوع مع أي منظمة تريد بعد إذن أستاذنا. الله خير، الله يبارك فيك ويكرمك، وفقكم الله سيدي، بارك الله، بارك الله، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. في حد ثاني ولا جاوب؟ تفضل دكتورنا. طيب بالنسبة للأخت رانيا المدلجي دي من عندنا من اليمن ولا منين؟ المدلجي يعني خلاص يعني. لا العافية، من سوريا من دير الزور. بسم الله ما شاء الله حياكم الله. التخصص ما يمنعش الأخطاء، وعدم التخصص أيضا ما يمنعش الأخطاء. أهم حاجة يا أخت رانيا اللي هو هل أنا هتعلم من خطأي ولا لا؟ يعني أنا ضربت المثل ده في محاضرة كنت قلتها في السودان يمكن من 6-7 سنين، قدموني في المحاضرة دي على أن أنا مش عارف كذا وكذا، الحاجات تعرفين العرب يعني بينفخوا نفخة يعني بعمل زي البالونة كده، فده خلاني أغير المحاضرة تماما. تعرف يا أخت رانيا أنا غيرت المحاضرة وعملتها إيه؟ إنني سأطلعكم اليوم على عوراتي. كلمة عورة حتى في الأدبيات مش مؤدبة، مع ناس هم كانوا كريمة العمل الإنساني والمجتمعي في السودان، وتحدثت عن الأخطاء اللي أنا عملتها في الإغاثة الإسلامية وأنا رئيس الإغاثة الإسلامية، ولكن تعلمنا من هذه الأخطاء في وقت ما كانش عندنا إدارة مالية قوية، استفدنا من هذا وكأصبحت أكبر إدارة في داخل المؤسسة اللي بتفرمل الأخطاء، وأصبحت تجعل الإغاثة تكسب مركز الثاني من مؤسسة الشفافية العالمية، أكثر شفافية في بريطانيا من حوالي 190 أو 200 بعد الصليب الأحمر بريطانيا. فأنا ما عنديش مشكلة أن أنا أخطئ، خير الخطأون التوابون، خير الخطأين الخطأون التوابون. نعم هذا بالك. فمش لان انا في التعليم حوالي في مثلا مؤسسه عندنا بقالها 10 سنين او 11 سنه مهتمه فقط بالاعلام وجمع التبرعات، حاولنا كتير جدا ان نقول لهم يا اخواننا في حاجه اسمها بناء الهيكل الداخلي، هم كانوا فرحانين بانهم ارتقوا في خلال العشر سنين من مليون ل 30 مليون، وان الحكومه البريطانيه بدات تديهم حاجه اسمها ماتش فاندنج، يعني انت تحط مليون اديك مليون، تحط مليون اديك مليون. طلعت علينا الاخبار من كام يوم كده ان في ملجا في دوله افريقيه بني بدون تصريح فاغلقت المؤسسه هناك. ده مش دي المشكله. المشكله الثانيه بقى انهم قالوا ان حدث في اعتداءات وتحرشات على الاطفال، ودي بالنسبه لبريطانيا والغرب تعتبر قاتله، زي ما انتم فاكرين اللي هو الأوكسفام حصل فيه ايه في 2010 ايام هايتي، واخدين بالكم، ولما حصل تحول مكتبها اللي بيت من بيوت الدعاره والعياذ بالله، قدمت تقرير وقدمته للمفوض العليا الاعلى للشؤون الانسانيه في بريطانيا، فجت اتقلبت عليها الدنيا في 2017 وخسرت عشرات الملايين والاف من المانحين. لما نتكلم عن حاجه زي كده انا مش معنى متخصص ان انا هكون بمنقع، لا، اللي هو وضع السياسات والمعايير والمراقبه هي التي ستجعل المتخصص يلتزم ان الله لا يزع ايه يا اخت رانيا وانتم في اللغه العربيه احسن مننا كتير، ان الله لا يزع بالسلطان بس ايه بالسلطان ما لا يزع بالقران.
القرآن موجود عندنا اهو، بسم الله ما شاء الله اهو موجود الحمد لله. نعم وحصل على الرف وبنحفظه مش فاهمين احنا بنحفظ ايه، لكن لما بيجي سلطان عادل بيجعل الانسان يمشي على الصراط المستقيم، حتى لما بيجي سلطان غاشم الناس بخاف منه. نعم خدت بالك؟ فليس معناه ان طبعا التخصص بيبقى شيء جيد جدا، بس لا مع التخصص لابد يكون في رقمه ومتابعه في السياسات وفي اللي هو الاطر الى اخره الاخره. حتى من المانح العفو دكتور. اه طبعا يعني هو... انا هقول لك حاجه يا اخت رانيا، كتير جدا من الفساد ده ان المانح العربي ما بيطلبش تقارير مفصله زي المانح الغربي. نعم فبيرمي عليك مبلغ كده انت بتفرحه. يا لطيف انت بتفرحه فيه. طب فين الرقابه؟ فين كذا فين كذا فين كذا؟ بيبعتوا بعض المتطوعين ياخدوا حبه صور يقعدوا يوم ولا يومين في انطاكيا ولا في غازي عنتاب ولا حته اللي هي في الجنوب اسمها ايه اللي فيها 600 الف سوري دي اسمها ايه اللي جنب اللي كان فيها مكان ابراهيم اورفا او كلس لا لا الاكبر من كلس اورفا رحت اورفا مع عطاء ذهلت بعدد النازحين اللاجئين اللي موجودين هناك. طيب وبعدين احنا ودينا الحاجات دي كلها هنا عمليه غل سله غذائيه بس يا اخوانا؟ لا فانا معاك يا اخت رانيا، بس بقى لابد ان احنا نحط الايه السياسات في الداخل. شكرا. انا وافق مع اخونا اللي هو الاخونا اسعد الاسعد في كل اللي قاله، ولذلك انا عايز اقوي الضعفاء اقوي الضعفاء. انا هديكم مثلا في اعوذ بالله مش هجيب المثل ده، كان عندنا مؤسسه ثانيه اسمها منتدى الخير الاسلامي. كنا خدنا دعم من الحكومه البريطانيه في 2014 وحصل مشكله ما بين اللي هم المسؤولين والغير المسؤول اللي كان ادانا الدعم. كانت احد القيادات في الحزب المحافظين وجه واحد ثاني كان ضد التوجه فسحب الدعم مننا من 2014 الى 2019. الحكومه البريطانيه مش عايزه تشتغل معانا. الى ان ربنا اعطانا يعني مدير جديد محترم ممتاز عمل الذي لم تستطيع ان تفعله المؤسسات الكبرى اثناء الازمه بتاعت او الجائحه بتاعت الكورونا. فبدات الحكومه البريطانيه ترجع مره اخرى تعمل تويت للي احنا بنعمله. واخد بالك؟ فاحنا بنبدا مع مين يا اخ اسعد الاسعد؟ الان بعد ما كنا احنا في غيابات الظلام والظلامات حد بيبص لنا، اصبح عندنا المعلومات عن قرابه 200 جمعيه محليه اسلاميه خيريه مجتمعيه. دي لوحدها ثروه، وده اللي انا اتعلمت من الاخرين بقول يا اخواننا جوجل وفيسبوك وواتساب وتيك توك وانستغرام عندهم الداتا، الداتا دي هي اهم حاجه اهم حاجه كنوز، واحنا عندنا كنوز لا نستطيع ان نديرها. لو احنا قعدنا مع بعض كجمعيات وحطينا المعلومات دي علشان نطلع ورقه عمل هتتكالب علينا المؤسسات الكبرى لكي نستطيع ان نعمل ايه ابحاث ودراسات. لكن احنا مش مؤمنين بالداتا مش مؤمنين بالمعلومه، احنا مؤمنين بالساده الغذائيه فقط والصوره بتاعت التيك توك والانستغرام واسمها اسم تشات تشات ولا اسمها سناب شات سناب شات. انا بالك انا فلذلك انا بقول مره اخرى اشكر اخونا اسعد السعيد الاسعد مسعود ابو السعد عشان بقى خليك مصري بقى في الاخر. الله يسعدك. الخبره والحاجات دي مهمه جدا، لكن لا انا بؤمن ان احد مخرجات مؤتمر القمه الانساني في اسطنبول اللي هو كان اسمه تشارتر اوف تشينج، شارتر اوف تشين ده اللي هو كيف نبني ونقوي ونفعل المجتمع المحلي المدني، نستثمر في بنائه جزء كبير جدا من مال الاغاثه والتنميه الى اخره لكي لا يظل هذا المجتمع وهذه المؤسسات عاله على المؤسسات المانحه المؤسسات الدوليه والحكومه. باقي عندنا سؤالين دكتور. اتفضل انا خدامك. الله يبارك فيك. ومن لم يخدم السوريين فليس منطقيا طبعا، واليمنيين والعراقيين وكل حاجه. نسال الله ان يتقبل عملك ويجعل في ميزان حسناتك دكتور. عملنا جميعا دائما نجمع كده ما نخصصش
طيب. يعني انا لوحدي كده واللي حواليك دول مش يخش في الدعاء بتاعك؟ طيب جزاك الله خير كده عشان حرام يكتبوا مكتوبين بره، ما تخليهمش زي اسماء يا ربي الاعراب. تمام طيب طيب في الاخ هادي بعد سؤال مكتوب انه هل الفقه الشرعي المرتبط بالعمل الانساني موجود في المنظمات والجمعيات ام انه بحث وخبره طويله يريد ان يعززها الدكتور البنا؟ هذا اول سؤال. ثاني بس سؤال سأعيد السؤال. طيب هل الفقه الشرعي هذه من اليمن هذه بجبير؟ هو لم يكتب فقط مكتوب from هادي. مهاجر طيب خلاص توكلنا على الله. من سوريا. كله. طيب السلام. هل الفقه الشرعي المرتبط بالعمل الإنساني موجود في المنظمات والجمعيات أم أنه بحث وخبرة طويلة يريد أن يعززها الدكتور البنا؟ طيب. هذا أول سؤال. السؤال الثاني، هل الرواتب الضخمة التي تقدمها المنظمات والمؤسسات شيء سلبي ويؤثر على نزاهة وشفافية العمل الإنساني؟ هل إيه الرواتب؟ نعم، الرواتب الضخمة التي تقدمها المنظمات والمؤسسات هل يعني هل هو شيء سلبي يؤثر على نزاهة وشفافية العمل الإنساني؟ طيب خلاص أبدأ بالأولاني ولو نسيت الثاني زي ما أنت ذكرني بيه. أنا والثاني مين اللي كان مين اللي قال الثاني ده؟ الرواتب نفسه الأخ هادي نفسه. نعم يعني هو هادي جاي يضربنا ضربة قدي قبل ما نروح نتغدى وصفها بالضخمة. نعم يلا جزاكم الله خير. الفقه الشرعي مرتبط بالعمل الإنساني والفقه المجتمعي مرتبط بالعمل الإنساني. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا عندي فقيهين مجتمع فقيهين في البلد، واحد بيفهم في الطب، بيفهم في التخدير، بيفهم في الزراعة، بيفهم في الهندسة، ده بنسميه متخصص من فقهاء المجتمعيين. واحد تاني زي المشايخ والفقهاء الشرعيين بيقول لك أما تمشي في المسار ده فقهك المجتمعي ده حلال ولا حرام. بس علينا ودي بص تحت كلمة علينا دي إننا نشرح بالتفصيل المميت والمقيت للفقيه الشرعي أبعاد المشكلة. أضرب مثل تاني حصل لنا من 14 سنة، حاولنا نعمل مؤتمر عن نحط رؤية المسلمين في اللي هو مكافحة مرض الإيدز. فنزلت لو سمحت الميوت يا أخي المسؤول. نزلت رحت للشيخ يوسف القرضاوي ربنا يديله الصحة، أول ما سمع كلمة إيدز دخل من منظومة يعني الإيدز ده مين اللي بيحصل، بيجي مين، بيجي للناس اللي ما عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا. فبدأ رده يكون سلبي على المؤتمر. فأنا لما قلت له نحن سنحصل على الأموال من مؤسسات دولية وكذا وكذا وافق على الفكرة. ده الفقه الشرعي إنك تستأنس به. أما الفقه المجتمعي فهو إزاي يكون لنا احنا صوت في منظومة مكافحة الإيدز. ده مجتمع. والإيدز لما بيجي يا شباب، أنا كنت مرة راكب طيارة كده وقعد في يعني من المرات اللي قعد جنبي واحد يعني كان أعتقد إنجليزي أو أمريكي مش فاكر يعني، وكان بنتكلم كده فقال لي هو الإيدز ده بيجي للمسلمين؟ فضحكت قلت له هو في فيروس بيجي ليك أنت وما يجيليش ويجي ما يجيلكش، المرض بيجي للمسلم وغير المسلم. قال لي بس انتوا يعني المفروض الإيدز ده ما يجيلكوش يعني، كان بيمدح المسلمين يعني انتوا بتوع كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ودول 90% من الأمراض الإيدز. فهنا الفقيه المجتمعي مهم جدا. الفقهاء الشرعيين بقى نقدر نقوله نجيبهم ونعلمهم ازاي يفتوا في العمل الإنساني من خلال رؤيتنا احنا المجتمعية. لأن انتوا لما بتروحوا يا شباب لأطباء علشان زوجتك وعلشان ابنك وعلشانك انت بتشرح له بالتفصيل المقيت والى اخره، بتشرح له ايه؟ بتشرح له اعراض المرض بالتفصيل. وان خبأت عن الطبيب او الطبيبه اعراض المرض لن يستطيع ان يشخصك ويعالجك. فان اردنا ان ناتي بالفقهاء الشرعيين ليشرعوا للعمل الانساني فلا بد ان نكون معهم يدا بيد وذراعا بذراع
وشبرا بشبر ونجادلهم، لان احنا اخطر الناس حقيه بمعرفه المجتمع من قاعده الى قمه، وهم بناء على المعلومات اللي حطها عندهم بياتوا بالفتوى الشرعيه. فما هوش موجود بالصوره اللي انت بتتكلم عنها يا اخ هادي، لكن نتمنى ان يكون موجود في ادبيات، في ادبيات الاوقاف، في ادبيات التعامل مع الطفل، مع الارمله المعيله. يعني في العراق احنا بنتكلم عن بعض النساء، واحده انتحرت في الموصل، ما اعرفش الاخ بتاعنا هنا موجود ولا لا، والمنصات في العراق مقلوبه. طب المراه اللي انتحرت دي علشان هي جوزها مات او جوزها كان متهم بشيء عمله واتهم بعد كده ان هو متطرف او ارهابي والناس بطلوا يتعاملوا معاه، هتاكل عيالها منين؟ اما هتبيع شرفها وعرضها او هتقتل نفسها عشان مش عايز تبيع، فانتحرت الست. هنا بقى انا باجي من ناحيه وجهه النظر بتاعت الاخت رانيا والاخت اللي قبل كده عائشه وغيرها، فين تمثيل المراه عندنا عشان تستطيع ان تدافع عن مثل هذه المراه والامها واحلامها وكل اللي بعناها بتعانيها؟ نرجع تاني الفقه، الفقه مش ذكوريه، حتى الفقهاء زمان كان في نساء بتعلم الحديث وتعلم الفقه، وفي ما زال شيخات الآية الان واحده متوفت منهم في مصر كان بيعلموا الرجاله ازاي يجودوا ورتلوا القران واحفظوا القران. دي نمره واحد. بالنسبه للجزء الاول من السؤال بتاع، فلابد ان احنا نطلب من نعتقد انهم فقهاء شرعيين انهم ياتوا ليؤطروا لمشكله ببعض الحلول اللي احنا هنحط لهم من خلالها الاعراض بتاعت المجتمع التي يعاني منها المجتمع. ومش بس نقول يس يعني امين، لا، ما فيش حاجه امين في تشخيص المرض وعلاج المرض. نجادل معهم ونفصل معهم ونضع الناس اللي عندهم هذه المشكله. يعني مثلا في مؤتمر الايدز احنا عملناه في 2007 في جنوب افريقيا، كان في دعينا بعض اللي هم الايه الناس اللي كانوا اصيبوا بالايدز وكانوا مسلمين كلهم، احدهم كانت امراه. تعرفوا يا شباب لما قلت لها ازيك يا اختي، لم تكن تتصور ان حد يقول لها الكلمه دي. انا ما سالتهاش هي عملت ايه وازاي حصل لها المرض ده. شاب تاني كان موجود، هي كانت من المغرب والشاب التاني ده من لبنان. فاحنا بنصلي بعد الظهريه، قلت له يا ابني اطلع اصلي بينا الامام، هو عنده ايدز، انا ما اعرفش ايه سبب الايدز. فبص لي كده واتكسف، ما ايه بيقول لا، فصلى ولخبطنا في الصلاه. بس ده مفتاح، دي اول خطوه ان احنا ناخد الناس دول بيد بيد، يعني ايه نقف جنبهم لانهم في داخلهم في شيء جيد. ده بالنسبه لايه للفقهين احنا المجتمعي اللي بيتكامل مع الفقه الشرعي. النقطه الاخيره بالنسبه للرواتب، اجيب لكم من الاخر، صلوا على النبي كلكم عليه الصلاه والسلام. مفيش حلاوه من غير نار، مفيش انجاز من غير راتب، وما فيش يعني ايه بناء من غير بذل جهد. وانا بقول للشباب دول اللي بيقول لك ان العمل الانساني بيصرف فيه مبالغ، ايوه بيصرف فيه مبالغ. انا بكون حريص جدا كرئيس مجلس اداره شركه ان انا اجيب احسن الموظفين واديهم احسن المرتبات واحسن الامكانيات، ده في عملي الخاص. لكن لما اجي في العمل العام اللي هو من العمل الانساني يقول لك لا 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 يا عم لا، انا مش هدفع الا 200 دولار. 200 دولار في العصر احنا عايشين فيه، حتى السوري النازح اللي في الداخل مش هتكفيه. يعني حتى لو في سوري في الداخل وعنده القدره وكذا وكذا مش هتكفيه 200 دولار. اصبح الليره دلوقتي، الدولار دلوقتي مش وصل ل 6000 ليره. اسالوا نفسكم الاسئله دي يا شباب. انا رجل عندي 5 أو 6 أطفال في الداخل السوري، وانت بتديني دولار، واخد بالك؟ يعني قيمه الليره اللي عندي ده تساوي شيء. بناء على الخطر، بناء على اللي هو لو حصل لي اعاقه او الى اخره، بناء على ما فيش تامين صحي، ما فيش تامين اجتماعي، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ده كسوري. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا لو جبت ناس عندهم كفاءات عاليه ودخلتهم للداخل السوري هيشتغلوا، وهم جايين من تركيا، جايين من مصر، جايين من فلسطين، جايين من اوروبا، جايين من امريكا، جايين من اي مكان في العالم، هديهم مرتباتهم
دول عندهم أهالي بيصرفوا عليها. فإحنا لابد أن نعطي ما يستطيع أن يستحقه الشخص. ده الفرق بيننا وبين الآخرين. لذلك إحنا بنيجي نعمل إيه؟ بنيجي نشوف الإخوة اللي هم مش هطلب منها فلوس كثيرة جدا، لكن ما عندهمش قدرة على المتابعة وعلى الترتيب وعلى اللي هو كتابة التقارير. وتحصل بعض الأخطاء اللي ممكن توقع المؤسسة في مشاكل تكلفها مئات الآلاف من الدولارات. هي مفيش عمل من غير تكلفة مادية. أنت تحط، يعني مثلا أنا هقول لكم حاجة، تحط التكلفة المادية بتاعتك لأي مشروع في مصاريف إدارية، في بعض الأحيان 5% بعض الأحيان 15%، في بعض الأحيان كان بعض الفقهاء الله يرحمه الشيخ فيصل المولوي لو كان أحد فقهاء من لبنان قال لنا ملهاش حدود للتكاليف الإدارية. قال بمعنى إيه؟ بمعنى أن في مناطق وعرة وخطرة لن يذهب إليها أحد، وحتى لو صرفت في هذه المناطق 50% من المال لقياس 50% الآخرين، إحنا عايزين نوصل 50% أخرين الناس هيموتوا. المسألة الثانية دائما أنا بضرب بيه كثير أيام الحصار في جنوب السودان والحرب بين الشمال والجنوب، ما فيش طرق في الجنوب، وبعض الدول العظمى رفضت أن المعونات تنتقل من الشمال للجنوب بنهر النيل، وده متاح يعني ما فيش طرق أيام إيه الشتاء والمطرة بتنزل 6 أشهر الطريق مقفول. فكان بيعمل إيه لتعنف بعض الدول على محاربة شمال السودان من جنوب السودان؟ لا، ننزل إسقاط جوي. إسقاط الجوي بيبقى تكلفته كام؟ 60% أو 70% من التكاليف الإدارية. حصل ده موجود في العراق، أعتقد في الموصل أو في أماكن أخرى حصل موجود فيها، لأن الطيارة بتطلع كام؟ 10 طن 20 طن أكتر حاجة 40 طن. 40 طن تعرف قيمتهم بتكون لما يكونوا طحين مثلا، قيمتهم بتكون قد إيه 40 طن دول؟ اضرب 40 طن في $250، 40 في 250 10,000 و20,000 دولار. لكن لو بطلع له طيارة بتتكلف $25,000. شفت بقى؟ لأن الحاجة هنا ملحة عشان يموت في حياة. فاحنا مفروض ده بردك جلسة من الجلسات الشرعية اللي انت بتتكلم عنها يا أخ هادي، ان هو نقول لهم انا حودي حد يشتغل ازاي من المنطقة دي وهو مرتبه كذا، وإلا مش عارف اشتغل وحتقف مؤسستي. نعم صحيح. مفيش حاجة فيها أبيض واسود، وكلها اجتهادات. لابد يكون الفقه المجتمعي اللي انت تكون استاذ فيه لانك عارف حاجه الناس، والفقه الشرعي اللي يكون فيه الناس اللي هم المعطرين الشرعيين اللي يكونوا موجودين على الطاوله نفسها. نعم، جزاكم الله خير دكتورنا الحبيب، وجزاكم الله خير جميعا جميع الحضور، بارك الله فيكم. نحن الى هنا نكون قد انهينا هذه الطيبة التي سعدنا فيها باستضافة الدكتور هاني البنا وجميع الأخوة الذين شاركونا هذه الندوة الطيبة، جزاكم الله خير جميعا. ولعلنا نلتقي في ورش أخرى وندوات أخرى نستفيد فيها من هذه المشاركات لتطوير العمل الإنساني والتنموي عموما. بارك الله بكم جميعا، وإلى هنا نكون قد أتمينا هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.